الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا. يا كابتن ربنا يخليك، انت حاجه منور وجودك. انت عامل ايه؟ كله تمام حضرتك؟ كل سنه طيب. هو حضرتك بالصحه والسلامه دايما، منورنا ومشرفنا هنا في الاهلي بيتك اكيد يعني. يا كابتن حاجات كتير جدا حصلت. طبعا عايز اعرف راي حضرتك في العموم قبل ما ندخل في التفاصيل. شايف الشارع الرياضي المصري رؤيته لخروج المنتخب للي حصل اتحاد الكوره لاجيري وتصريحاته المريبه والغريبه؟ عايزين نعرف اكيد بقى يعني في حاجات كتير الصحفيين كبار عارفين اكتر. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك يا ابو، بس عايزين اول نفرق بين شقين مهمين. الشق الاول شق تنظيمي، وده مصر ما شاء الله حاطط فيه شهاده الايزو، تنظيم على مستوى رائع جدا. اول راس الدوله سياده الرئيس مرورا بوزير الرياضه دكتور اشرف صبحي، انتهى بس عملنا شغل رائع رائع في التنظيم. لا ما ينكرش حد، كل العالم اشاد بيه بصراحه. مش احنا بنتكلم دايما يقول لك شهادتنا احنا مجروحه، لكن بره يتكلم عنك. الشق الثاني فني، وهو طبعا خدنا فيه زيرو بلس من اتحاد الكره المنتخب الوطني. ليه؟ لان انت كنت حاطط سيناريو غريب قبل البطوله ما تيجي مصر، بمعنى البطوله في الكاميرون اجيري قال في تصريحات صحيفه مكسيكيه، انا مش ما قالوليش اتحاد الكره ما قالوش كده ان انت مطالب بالفوز بالبطوله. انا ما اعرفش ازاي ده يعني الكلام. الكلام ده على مسؤوليه مين؟ لا ده قصده هو الراجل قال كده. ده قال كده تصريح رسمي. قال لك وانا والبطوله في الكاميرون لما تيجي مصر، قال لك انا ما كنتش مطالب افوز البطوله، انا كنت مطالب بالتاهل لكن وانافس لكن ما افوزش البطوله. ده اتحط في عقد ما اتحطش في عقد. تمام. انت عملت اربع سنين مع جيري بناء على ايه؟ يعني اي حاجه في الدنيا بتاخدها خطوه خطوه. يعني حط دايما السيناريو الاسوء انه فشل في كاس افريقيا سواء في الكاميرون سواء عندنا. تمام. هتديله شرط الجزاء ازاي؟ بناء على ايه؟ يعني انت عملت اربع سنين بناء على ايه؟ الراجل عنده محطتين، محطه قدام الكاميرون لما تيجي مصر، محطه تانيه في كاس العالم. هو شروط التعاقد استاذ ممدوح بتنشر في الجرائد الرسميه ولا ما بتنشرش اصلا؟ حسب اهواء اتحاد الكوره. حسب الاهواء، لكن الطبيعي او المفروض الطبيعي اللي بتتعرف، لان انت عشان ما تيجي تتحاسب تحاسب ازاي؟ مين اللي اختار برادلي؟ مين اللي اختار اسمه ايه؟ كوبر. كوبر. ومين اختار اجيري؟ لجنه فنيه؟ والله ما اعرف. انا لو اعرف اقول لك. لا انا حياتك نجم كبير ولعيب مؤثر وداخل اذكر لك ذلك، احنا يعني احنا مش بنجاملك. حياتك سمعت في لجنه فنيه جت اختارت الاخ كوبر ولا اجيري ولا الاخ برادلي؟ حد يقول لي؟ لا انا ما سمعتش. لكن مين اختار حسن شحاته؟ كابتن اسامه عبد المنعم ولجنه فنيه اللي بتاع كوره. دايما انا يعني من انصار بتوع الكوره، يعني ايه؟ سيادتك تفهم اكتر من اي حد ما لعبش كوره، ده طبيعي، ده حقك، فرايك يحترم. هل اتحاد الكره الموكر سواء ده او اللي قبليه هما اتكلوا مع بعض يعني الاثنين مع بعضهم جاب لجنه اختارت؟ انت اخترت بناء على ايه؟ طب هو اتحاد الكره اعضاءه مين؟ او اللي كان يعني؟ لا مين صاحب الكلمه؟ لا خلينا نقول الاعضاء مثلا. ماشي. اللي هما ليهم في الكوره. جميل. كابتن حازم امام، كابتن خالد لطيف، كابتن مجدي عبد الغني، في حد تاني؟ فيش. انا بسال حضرتك. لا ما انا هما دول اللي انا اعرفهم. لكن سيف زاهر ايه علاقته بالكوره؟ احمد مجاهد علاقته بالكوره صح ولا غلط؟ مين تاني في خالد لطيف علاقته بالكوره؟ هل الناس دي لعبت كوره؟ ما لعبتش. مارست عمل رياضي قبل كده في حته؟ ما حصلش. الناس دي جت من دار للنار. طب مين اللي اختار كوبر اياميها؟ كان مين اللي في الاتحاد الكوره؟ كوبر كان جمال علام، وطبعا كان معاهم مالي ابو ريده في اتحاد الكوره، كان معاهم خالد لطيف، معاهم يعني هم تقريبا نفس المجموعه نفس المجموعه. واحنا نسينا احمد شوبير كمان في اتحاد الكوره. بس الكابتن احمد شوبير بس كان دخل مؤخرا. يعني ما لحقش يعني، بس هو يعني متوقف في الاخر، هو ما اختارش. لكن مين اختار الثلاثه دول؟ وليه الثلاثه دول مشوا بفشل وفضيحه؟ ليه؟ ما هو اللي اختار ازاي؟ بوب برادلي جالك ازاي؟ بوب برادلي جه بعد الاتحاد الامريكي ما طرده. قالوا متشكين فعل كده، رحت تعاقدت معاه، قالت انت ما تروحش تتعاقد مع حد ناجح، انت بتجيب لي واحد واقع. فقلت له تعالى امسك، يمسك فين؟ مع مين؟ كوبر كان قاعد في بيتهم، انت جبته واديته مرتب، اجيري عليه مشاكل تلعب في نتائج، اليابان مشيته. يعني احنا اقل من اليابان؟ يعني ايه من قله المدربين في العالم؟ راح تجيب له مدرب عليه علامه اكس؟ السي في بتاعه او معلش مع احترامي السجل الصحيفه الجنائيه بتاعته مع احترامي ولواسه. ما احنا عدينا الصحيفه الرياضيه دلوقتي، بنتكلم في الصحيفه الجنائيه. ما انا بتكلم في كده بقى حضرتك. فالراجل هو بيتكلم عن الصحيفه المكسيكيه دي، كان ده قبل البطوله على فكره ما تبدا. قال لك لما انا كنت بتوقف كاس في الكاميرون ما قالوليش
اخد البطوله. لكن بعد ما جت مصر اتقال لي من رئيس الاتحاد المصري وانا ابو ريده انت مطالب ان انت تفوز بطوله ده حقنا. انا ما قلتش لا مطالب، انا بقول هل انت اديتنا شكل، هل اديتنا منتخب محترم واحنا قاعدين نتفرج مطمنين؟ ما حصلش. هل انت اديتنا اي ايماءات او اشاره انت كبير فني بتعرف حاجه؟ ما حصلش. يعني التوليفه جت ازاي؟ ايه مطالب؟ انت عملت اربع سنين بناء على ايه؟ اديته 108,000 يورو. طب وانا اديله مصداقيه من فين؟ يعني خلينا انا قاعد مكان اتحاد الكوره، ليه اصدقه؟ ليه اصدقه؟ اصدق ايه؟ اصدق تصريحاته. ما يا فندم ده قال كام ده قبل البطوله؟ ما قالش كام ده فزت البطوله، كام ده احنا انا عملت حوار ونقلته عن الصحيفه في الاهرام عندي سيادتك قبل البطوله بحوالي. طب حضرتك سالت حد من اتحاد الكوره قال لك صح الكلام ده طلع مننا؟ لا هم بره على فكره الصحف المكسيك، الصحف دي الصحف دي يعني ما بتقلش اي حاجه، مش بتفبرك. لا انا اصلا يعني هو بيقول ما هو حياتك انت عملت اربع سنين بناء على ايه؟ ما هو ده اكد كلامه. لا خليني بس انا ارد نيابه عن الطرف الاخر. تمام انا هقول لك انت سالتني انا قلت لك حصل، ما يمكن الكلام ده يكون واحد يعني عشان بيبرر فشله الذريع. لا قال كده، ما هو ده قبل حاجه بقى تشغل بقى قبل البطوله. قبل البطوله قال لك وانا في الكاميرون مش مطالب افوز بطوله، لكن ما جت مصر رئيس الاتحاد اتصل بيا هاتفيا كام ده هجيب لك الحوار وابعته لك بالاسباني طبعا تمام. والترجمه ترجمتها الراجل قال كام ده؟ قال لك ما حدش طلب مني البطوله وانا في وهي في الكاميرون. طب كان طالبين منه ايه؟ ايه المطالب المطلوبه؟ ان هو يصعد ويعني وينافس، لكن ان البطوله تبقى هدف مش موجود. بس برضو كلام، خليني برضو انا اتكلم بلسان الطرف الاخر. صح. كلام انا هقول لك هو ده كلام حد يصدقه؟ اذا كنا احنا وصلنا نهائي افريقيا ووصلنا كاس عالم تمام. فالطبيعي ان انا لما اجيب مدرب اقول له انا عايز البطوله. كلامي يبقى انت كنت عملت ايه في العقد بتاعه؟ كتبت. ما حصلش يا فندم. انت عامل شرط جزائي بنود التعاقد؟ يا فندم بقى نشروها بعد الدنيا باظت. لكن انت ما بتكلمش التعاقد في شرط الجزائي بناء على ايه؟ هو خد شرط الجزائي بناء على ايه؟ يعني هو خد 3 مليون جنيه ده كان بالتراضي يعني كده محبه بناء على ايه؟ برادلي هو ماشي خد شهر مرتبه بعد الفشل 6-1 الغانا بناء على ايه؟ حقه. ما احنا بنتكلم ده انت حاطط ده في العقد. ايوه حقه. طب انا مالي حطيت له الايجابيات، حط له بقى تقول له لو حصل كذا حاسبه كذا بالزبط. ما حصلش. عقد كوبر انا هو ماشي على الراجل، ما انا بجيب حضرتك تمام. كوبر برده لما جه برده ماشي خد فلوس بناء على ايه؟ انت بتدفع الفلوس دي منين؟ انت بناء على ايه قيمت اجيري بنوع 108؟ مين اللي قيم؟ مين اللي اختار؟ مين اللي جاب؟ هل لجنه فنيه فتحترم؟ ما حصلش. ما احنا جايين لما نيجي نتكلم على كوبر، انا مثلا لما باجي انتقده بقى ضيف مثلا عزيز يقول لي اصل كوبر حقق اللي مطلوب منه. ده يا فندم كوبر ما حقق. كوبر راي حد من قال لك جاي وربنا سبحانه وتعالى يعني كانت ماشيه معاه. انت صعدت كاس العالم مش برجليك، برجل اوغندا. هي اوغندا لو ما وقفتش غانا يا والله وبالدعاء وبالدعاء الوالدين انت حضرتك. هل اوغندا بدليل انت رحت كاس العالم انت عملت ايه؟ ايه اللي انت اديته في كاس العالم؟ هل الناس في بصمه في كاس العالم وانت عندك واحد من احسن 3 لعيبه في العالم اسمه محمد صلاح انت عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه. زي ما واحد زي ما جيت لما تيجي تقارن جيل 90 بجيل مع احترامي 2018 لا 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 جيل 90 كان فيه مين؟ كان فيه مين محترف مسمع؟ ولا حد. بس كان جيل رجاله وكان فيه مدير فني محترم اسمه الجهري كان بيعرف يقود. لكن انت جبت مدير فني بدليل مين من الثلاثة دول حضرتك بعد ما سابنا مسك منتخب كبير؟ مش هقول لي يقول لي ده راح حضر. مفيش حد خالص. دي معناها ايه؟ ان انت بتجيب مدربين واقعين. بس كده. تمام. ما هو احنا كنا عارفين كده. ما هو المكان في ما هو انت عشان كده بقول للناس الطيبين اللي بيتفرجوا علينا وبيقتنعوا بكلامنا الحمد لله احنا بينا وبينهم مصداقية كبيرة جدا بقول لهم ما كانتش مفاجأة بالنسبة لنا خالص. كأس العالم ولا كأس افريقيا؟ الخروج. ما هو خروج كأس افريقيا دي الصدمة كنا عارفين ده هيحصل في كأس العالم. بالظبط كابتن يا كابتن المفاجأة في افريقيا في موضوع كأس افريقيا البطولة على ملعبك وبين جمهورك وكل الدنيا وراك وفي نفس الوقت عندك لعيب اسمه محمد صلاح مكسر الدنيا لعيب ده اوروبا ليفربول وجاي لك كل دوت ما يدخلكش حتى دور الأربعة. ده احنا ما كناش يعني قلنا دور الأربعة يبقى شكلنا حلو لكن دور 16 مع جنوب افريقيا اللي مع احترامي المدرب بتاعهم السابق اللي هو باركر كان عامل حوار رائع بالماتش قال لك ايه؟ قال لك احنا دخلنا من باب الخلفي دور 16 ده اللي هو جيل 96 كان مدربهم فعامل معاه حوار قبل ماتش مصر قال لي حضرتك ايه؟ قال لك احنا دخلنا من باب الخلفي للدور 16 ولدينا ايه؟ لدينا امام المصريين نصف فرصه. ده كلام منطقي. راجل قال كده قال يا جماعه بس احنا لو احنا رجعنا ورا ولعبنا دفاع مش هنكسب نضغط على المصريين واول اخره هنلحق المكسب. هل انت قدمت شكل محترم يليق بلد مضيفه؟ ما حصلش.
ما حصلش. انت دلوقتي خسائرك بالبطوله دي. طب وحضرتك كنت متوقع ان انت بتلعب في بلدك وان انت بتلعب وسط جمهورك ان انت مثلا تاخد كاس افريقيا من غير ما يكون عندك اساسا شكل مبدئي لمنتخب بادئ في الكوره اساسا؟ جميل جدا، جميل جدا. حد من الاتحاد يعني الثقه جت لنا من فين؟ جت منين؟ احنا كنا بنتفائل وبنقول الناس تفائلوا لكن لازم نتفائل. صح، ربنا قال كده. صح، لكن انت جواك مش انت مقتنع. بتتفائل بس عشان ربنا قال كده. صح، لكن مفيش حاجه يعني لا خلص. في عندك عوامل جامده جدا. اولا هي ايه؟ اول حاجه عندك مجموعه لعيبه مش بطاله. معنى ايه؟ عندك حارس مرمى محترم اسمه محمد الشناوي، عندك خط الدفاع احمد حجازي لعيب محترم مدافع كويس، عندك كل خط حد تقيل يشيل، عندك طبعا راس الكل كله محمد صلاح. فلما التوليفه دي مع مدير فني محترم مع جهاز فني. مدير فني كويس. ما انا ماليش دعوه بقى، مش بتاع ما دي بتاعتي بتاعت حضرتك بتاعت مين؟ ايوه بس ما احنا داخلين بيه. ماليش دعوه بقى مين اللي جابه؟ ما احنا داخلين بيه البطوله يا زلمه. معاك مين اللي جابه؟ ما هو انا جابه اتحاد الكوره بناء على ايه بقى؟ ما ده اللي بتكلم فيه. ما ده اللي بتكلم فيه. انت جبت مدير فني وقلت له امسك المنتخب وعملت اربع سنين، بناء على ايه اربع سنين؟ انت كنت منين مالي ايدك انه في كاس افريقيا ممكن يعمل حاجه؟ ما ده اللي شيء محير. ما هو بيقول كمان ان هو كمان في كاس افريقيا قال لهم انت مش ملتزم باي حاجه. قالوا له ده ما اتكتبش بقى بالظبط. محتار كان ليه عين فتح قال لك شرط الجزائي انا مش ماشي، كان رافض يستقيل. ايوه حقه. ما هو يا فندم ما غلطت بقى مين؟ ما انا بتكلم على كده، لازم الناس دي تتحاسب. ده حقه نص كمان. ده انا حقه تلات ارباع. حضرتك لما تلاقي حد يقول لك تعالى ادي لك فلوس وتشتغل وهتبقى نجم الدنيا هتقول له لا ليه؟ يبقى اي حد من اتحاد الكره السابق ده يستحق يتواجد بعد ذلك؟ ده فشل. لا كابتن سمير زال عمل ايه؟ كابتن بعد اذن حضرتك الله يرحمه، كابتن سمير زال كنت تقعد معاه راجل فاهم، راجل بقى في دي. لما حتى وقعنا بعد كاس القارات حضرتك فاكر ضمن السعوديه، لا جه بعد كده لمينا نفسنا وعملنا كذا وبينا شكل وجينا بعد كده خدنا كاس افريقيا ثلاث مرات 2006 2008 2010. كانت توليفه محترمه في جهاز فني محترم، كان كابتن حسن شحاته في اتحاد كره محترم بيعرف يقود في مجموعه لعيبه ملتزمه. لكن اتحاد الكره بتاعنا اربعه منه بيلعبوا يا فندم بيطلعوا مذيعين. تخيل اتحاد الكره السابق لما يطلع اثنين وكان ده كابتن في الاهرام اثنين من اعضاء الاتحاد بيناقشوه، طب هيقولوا له ايه؟ الاتحاد كخه؟ الاتحاد وحش يا جماعه؟ لا طبعا. هينفع؟ لا طبعا. لا بيضحك على مين؟ يعني انا للاسف ما فيش مصالحه، ما فيش شفافيه في الاتحاد دوت، احنا سبب احنا في كارثه. يعني ما حدش واخد باله ان الجمهور المصري بره قد ايه حزنه وقد يعني ما تقابلش حد الا ما تلاقي كميه الحزن والضيق اللي هو البطوله على ملعبك وانت محروم من التواجد. يعني بعيد عن التنظيم الرائع وكل حاجه لكن انت بطوله على ملعبك ومنتخبك قاعد في المدرجات. لا هم ما حسوش. الناس زعلانه هي حست ان المنتخب مش بتاعنا، مش شكلنا، مش بتاعنا. ما هو راجع ليه؟ اول مره تحصل، خلي بالك من الموضوع. حتى كمان كنت بتكلم امبارح برضو مع الساده المشاهدين في نفس النقطه دي، حتى كمان احتفالاتنا بالاهداف ان احنا بنروح نضايق الجمهور. يعني اول مره اشوفها. اتفرج قول لي بقى حضرتك، ده في نادر تقرير عملته جهه افريكا سبور قالت لك اخفاق صلاح وميسي في كوبا امريكا وفي كاس افريقيا حرم الاثنين او قلل فرصهم في الفوز بالكره الذهبيه. ادي كمان حاجه معاك اللي احنا كنا بنحلم بيها، ان صلاح ياخد الكره الذهبيه بتاعت فرنسا. طبيعي جدا. ادي كنت قلت اهو، دي كلها خسائر. اتحاد الكره لازم يتحاسب، لازم يتحاسب. يتحاسب ده لازم يتحاسب. الله، يعني فلوس راحت على البلد لازم تتحاسب. انت بتتكلم كارثة. كمان ايه؟ انت بتتكلم الله. في مؤسسه كبيره جدا اتحاد الكره. انا كلمت معايا وزير الدكتور اشرف بعد الماتش، كميه الحزن اللي في صوته مش قادر. ما ينفعش حزن. يعني عارف يعني راجل قال لا في حساب، في حساب جاي. هو ده المفروض. ان انت بتتكلم في كره مصريه. انت النهارده بتتكلم في لعيب عندك اسمه محمد صلاح عامل لك بروباجندا رائعه. لا انا اسف، مع احترامي لكل اللعيبه، انت بتتكلم في الناس بتبص لك انت كمصر. طبعا. وحصل فضايح بصراحه. ودي تاني مره في تاريخك حصل فضايح. ما عرفناش نتعامل معاها. يعني حصل فضايح كمان، ما ينفعش ان هي تطلع من منتخب مصر وان احنا كمان اللي طلعناها وكبرناها وبعد كده لا. هو في معسكر في الدنيا، في لعيبه يقعدوا 4 الصبح. كابتن حياتك كنت كابتن وعارف كم، يقعدوا 4 الصبح يقعدوا على الشات ويقعدوا على الانستجرام. يا كابتن بتتكلم في ايه؟ انا داخل بطوله عليه. انا داخل بطوله. يعني ايه؟ انا جندي في ميلان، عندي وقت نعمل ده؟ فين التركيز؟ وبعدين مع احترامي، في لعيبه تانية تتشال على الراس من فوق، ده لعيبه ملتزمه ومحترمه وبتاكل النجيله وبتلعب بقلبها. يعني بأمانة. يعني استثناء هنقول واحد او اثنين اللي كانوا بيعملوا كده. لو في كانوا بيعملوا كده ان هم بيقعدوا يعني في منظومه، في منظومه فيها ظبط ورابط. كابتن الجرعه عاملين مع ابراهيم سعيد بالزبط. في كاس افريقيا 2002 في قال له بالسلامه رحلوا. ده في نظام. كابتن حسن شحاته عاملين مع ميدو مع صغير في 2006 متشكرين. ليه؟ لما انا بعمل انضباط الاهلي قعد فرقه كامله والاهلي قعد فرقه كامله وده كان مثل اعلى.
فرقه يعني جامده. الاهلي كاداره محترمه، مؤسسات نجاح الاهلي ايه؟ الناس برضو بتقعد تتكلم تقول لك الاهلي ومش عارف يا فندم، الاهلي منظومه، تخيل الاهلي مؤسسه، ما حدش عمل كده في العالم، ما حدش والله العظيم عشان اهلاويه يا جماعه بجد. لما انت يجي لك قلب ان انت تقعد فرقه كامله وبتلاعب نادي كبير زي نادي الزمالك وفي دور الكام ودور الثمانيه وطلع لعيبه صغيره تلعب ولا تديهم الثقه، اتكلم فيها يا كابتن، اتكلم يا كابتن ميدو، اتكلم في منظومه، ما ده نجاح، سر لنجاح اي مؤسسه في الدنيا هو الانضباط، الله النظام. لكن ما يجي لعيب يطلع بره النص، وانا زعلت جدا من مجموعه لعيبه قالت لك اصل بالنادي بعودته، يعني هو منتخب مصر رفع اللعيب ده ما احترمنا ليه؟ ما ينفعش يا كابتن خالص، ما ينفعش يا كابتن خالص. لو كان الله. مين ولو حتى مارادونا، ولو حتى شو بقول لك مارادونا ما ينفعش معاك كده وبحياتك. فانت بتتكلم للاسف احنا في صدمه كرويه غير طبيعيه، بتتكلم كلنا معرضين للاخطاء يا جماعه. لكن طالما وبعدين انت كان ممكن تقفل الموضوع ده اللي كنت بتكلم فيه امبارح برضه، انت كاتحاد كوره اقفل الموضوع يا جماعه، لا الكلام ده ما حصلش بالظبط كده، ايه اللي صار؟ بتحاسب بعد بالزبط. بتحاسب بعد البطوله، بعد البطوله صح كده. لكن انا اصل انا بتكلم، انا هقول ليه ما حصلش، لان انا مصر وده منتخبي صح. والناس تقول ايه ده ازاي، لازم احتوي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت خدت قرار بالاستبعاده عشان تطلع بطل قدام السوشيال ميديا، حلو، مش عشان ربنا ولا حاجه تمام. ولا عشان مبادئنا ولا عشان الكلام ده، لا طالما خدت قرار اوعى ترجع فيه، ده انت تستقيل وما ترجعش فيه، اوعى ترجع فيه، انت تستقيل بالظبط وما ترجعش فيه. دي كانت من الحاجات اللي وجعت قلبنا، لا ما ده عمل الخروج يعني تلطيخ للصوره بالظبط. منتخب مصر بكل كبريائه وعظمته وتاريخه يعمل المنظر ده، ولعيب بالمنظر ده ما يلزمنيش، مش هقف عليه. هو عمل لي ايه اللعيب اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ عمل لي ايه في البطوله؟ عمل لي ايه في التصفيات؟ مع احترامي ليه؟ مع احترامي، هل فرق معايا؟ لا حتى لا. هي انا عارف كلام حضرتك يعني فاهم معناه، بس برضه هنقول ايه حتى لو هو كان ايا كان اسمه ايه؟ ده انا بتكلم كمان حتى هنفرج جدولا انه لعيب جاي من مكسر الدنيا بالزبط. يعني يقلب ماتش ده ما حصلش كمان بالظبط. وبعدك لا، هي اختلاط للاسف برادلي مرورا بالاخ كوبر انتهى بالاخ ياجيري، اختلاط فاشله. واللي غريب بقى يا كابتن ميدو ان يطلع اتحاد الكوره واحد اعضاء يقول لك احنا تعاقدنا، فتحس كده انهم جابوا الديب من ديله، وفي الاخر تمخض الجبل. فهو ده مع احترامي ليهم، كل واحد من اللي جايين دول كل واحد فيهم مشي بفضيحه، يعني برادلي ماشي 6-1 غانا، الاخ كوبر ماشي خروج كاس العالم بشكل لا يليق، وادي ياجيري. عارف يا استاذ ممدوح، لو كنا حاسبنا من اول حصل حاجه حصلت حصل كان كله مشي على الصراط المستقيم. انا معاك. اشمعنى الافارقه بيجيبوا مدربين محترمين؟ يعني دي صبر مع اوغندا مش عامل شغل وحش، عامل شغل حلو كويس جدا، اسمه ايه بتاع المغرب هيرفي رينار، مع انه عدم موفق بس كان في عدم توفيق ضربه جزاء رايحه وبتاع. اشمعنى؟ اشمعنى دول ما بيجيبوش الناس الفاشل؟ طب ما كان دول اقرب لهم، يعني اشمعنى احنا بندور على الفاشل ونجيبه؟ يعني ايه الهدف؟ ما احنا لازم نعرف ليه. ما ده اللي بتكلم فيه، يعني حضرتك لو دورت على كوت ديفوار مع ابراهيم كامارا مدرب وطني، جمال بالماضي مع الجزائر، يعني تونس مع الان جريس وليه خبرات افريقيه، الثلاثه انت جبتهم دول ليهم خبرات افريقيه؟ حد فيهم جه النهارده لمس اي حاجه في حته افريقيا؟ مسك اي فريق في افريقيا؟ ما حصلش. فجايبهم بناء على ايه؟ ما انت بتجيب حضرتك كابتن ميدو رجليك في افريقيا، فلما ساين بحضرتك كمدير فني انت عارف الاجواء، بتعرف تتعامل. هما بيعملوا كده في افريقيا، بيجيب المدرب اللي عنده خبرات في افريقيا فبيعرف يتعامل مع الاجواء. هل واحد من الثلاثه اللي قلنا دول عندهم خبرات افريقيه؟ هو عموما ده سبب من الاسباب، لكن هو مش السبب الرئيسي، لكن لان المدرب الكويس يلعب ان شاء الله، يلعب في كويس. روسيا ده كويس، انت جبت كويس، هو ده اللي بنتكلم، انت جبت كويس، ما تعبتش كويس خالص. السنغال معاه اسمه ايه؟ الان السي بتاعهم بتاع المغرب بتاع السنغال، مدرب محترف ومعاه مجموعه لعيبه ممتازه. مدغشقر بص على المرتبات حتى بتاع الناس، مدغشقر مع مدرب فرنسي مغمور بس ليهم شكل، ليهم شكل. وانت عندك هنا يعني انت لو اديت فرص هنا للمدربين وقاعدين والله عندنا، والله عندنا الله ما تصعد. هو كابتن حسن شحاته قبل ما يمسك المنتخب كان ماسك محترمي أندية درجة تانية، مقاولين مثلا واخد بحدك شرقية بتاع، حقق نجاحات، مسك المنتخب اتوفرت له عملية نجاح، إدارة كويسة بتسنده، في نفس الوقت كل الإمكانيات موجودة، مجموعة لعيبة محترمين. اللعيبة كانوا ينجحوا مع احترام الكابتن حسن شحاتة، كانوا ينجحوا أي حد. بالظبط كده، فأنت بالتالي نجحت، لكن أنت تقدر تجيب مدرب، تجيب مدرب الأسماء اللي إحنا بنقول عليها، هل ليها بصمة في الوسط دلوقتي؟ خالص. ليه بصمة بالسلب. بالسلب. كلهم مشوا حياتك بمشكله، بس هو طلع مثلا عمود فقري في اخر تلت يعني ساعه، يعني حتى لو ما كانش مؤثر محترمي طبعا للنني، بس هو واقف بالظبط يعني كده، هو واقف يعني فكر انا من اول ماتش كنت كاتب عندي يا جماعه خلي بالنا جدا جدا، يعني احنا حماس وجمهور والكلام، لكن الراجل يخوف في تغييراته في الماتش الاول، اول ماتش تغييرات مخيفه، تغييرات مرعبه، اشيل معرفش تريزيجيه واشيل، طب فندم ايه البديل؟ شال الاطراف اللي هي ناجحه، صلاح وتريزيجيه. طيب قول لي بقى، واتعامل ان هو مدرب ليفربول وان احنا معانا لعيبه ليفربول وان صلاح هيلعب سترايكر قول لي بقى انت
ده ينفع؟ انا اكلمك. وبعدين حتى الجهاز الفني المعاون هو جايب لي سلجاد ومعاه وجايب لي تيتو جارسيا معاه. الصوت انت حضرتك لخصت القصه. اه انت بتاثر على الراي العام ازاي؟ من خلال القنوات. بالظبط كده. القنوات دي يا اما تتقي ربنا فيهم. الله يفتح عليك. يا اما ما تتقيش ربنا فيهم. الله يفتح عليك. طب احنا كنا بنتقي ربنا فيهم؟ لا. الا من رحم ربنا. لا خالص. طب مين الصوت المسموع؟ اتحاد الكوره. ليه ممثلين في كل مكان؟ ما هو ده بيحصل يا كابتن. وبيقنعوا يا كابتن الناس إيه؟ ان الناس دي كويسه. عمرك شفت نائب اتحاد ولا رئيس اتحاد يطلع في برنامج يقدم برنامج؟ مين قال ده؟ من زمان كده يا فندم. مين قال ده؟ مين قال ده اطلع انا ابقى انا الجلاد والقاضي في نفس الوقت؟ ما ينفعش. منظومه مش مظبوطه. يجي اتحاد الكوره ماسك مسؤوليه عامه ما حياتك ما تشتغلش حاجه تانية، تمسك المكان ده وتديره. هتعب دير عشان لما تيجي تنتقد اصلا تنتقد اختيارك. بقول لحضرتك ايه الاتحاد قاعد لو انت كنت بقى منزل من السماء ده انت بقى حاجه تانية بقى. واحنا ما عندناش ملائكه زمن الملائكه انتهى. بالظبط. صح ولا غلط؟ بالظبط. بس لكن انت بتتكلم في منظومه مش مظبوطه. لا لا يعني توقعنا كتير من كابتن هاني بريد وراجل وتنفيذي مش عارف في الكاف واللي فيها مش عارف اي حته تانية. توقعنا اخر اخر حاجه ممنوع القيد. القيد اهو الاتحاد الافريقي رفض بده ال 5 8. مين المدار؟ النادي الاهلي. اتوقع النادي الاهلي نادب ده. بالظبط. وده انا غلطان. لا نتكلم في الكويت. انا مش هنعديها برضو. هنتكلم في الكويت لكن زي ما حضرتك بتقول توقعنا من مهندس هاني بريدك حاجات كتير جدا. ولا حاجه توقعنا من حازم امكي حاجه كتير. ولا حاجه حصلت. توقعت من سيف. مش فاضيين يا كابتن ميد والناس مش فاضيه. الله ناس فاضيه بتطلع على على الشاشات وتتكلم. نطلع فاصل. اتفضل يا كابتن. نرجع نكمل الحوار السخن جدا. ربنا يكرمك. الاهلي تعادل مع نيو بورت الكاونتي تعادل 1-1 في المباراه الوديه. هنوفيكم بالتفاصيل. نرجع نكمل مع الاستاذ ممدوح فهمي بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومنورني ومشرفني الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. مساء الفل تاني يا زلمه. مساء كابتن ربنا يكرمك. مساء حضرتك. يعني الحوار كان جميل وسخن. بنتكلم بمنتهى يعني الشفافيه ومنتهى المصداقيه وبنتكلم عشان المصلحه العامه. انا بنقل لحضرتك نبض الشارع اللي احنا بنشوفه. سيادتك بتقابل الناس في الشارع بيقول الكابتن ميدو وحضرتك نجم كورة وحاسس بالناس. انا راجل كصحفي بقابل ناس بقابل كذا اقول لك يديك الناس زعلانه. زعلانه ليه؟ انت مش طالع بشكل حلو. مش طالع بشكل نجم مصر اللي هي عندها 7 بطولات في كاس الامم اللي هي عامله ريكورد في التنظيم اللي عامله ريكورد في حصار البطوله. مصر كبيره. اذا كان الصغيرين مش عارفين قيمتها ما يلزموناش. بالظبط. مصر كبيره يا جماعه. كبيره قوي. كبيره بقيادتها، كبيره بناسها، كبيره باللي فيها. اذا كان ما يطولنا امر الكره القدم في مصر مش عارفين قيمتها متشكلين عليه. يكفينا هذا القدر. بالظبط. اه يكفينا هذه المراره يعني. برضو اسال حضرتك برضو ان انا سمعت يعني احد المسؤولين في اتحاد الكوره بيتكلم ان هو يعني التمثيل العام او ان هو كان بيشارك بصفه عضو في اتحاد الكوره ده قلل منه مش زود منه وان هو كان ضد المصالح بتاعته هو شخصيا وما استفادش منه على قد ما اتضر منه. الفندم اللي كان مش عاجبه كان مشي. هو مقطوع يعني تغرق السفينه كل نط منها. الفندم اللي عنده كان جرأة كان يتكلم قبل كده. قال يا جماعه احنا معترضين على كذا وكذا وكذا. ما حدش كان بيتكلم يا كابتن ميدو. ولا كان بيتكلم كله الكابتن هاني ابو ريد يقول كذا وراه يقول له امين. حصلت مشكله. أنا, في انا السؤال بتاعي يعني هقول لحضرتك تاني بس بعد ما اخد زميل عزيز عمر ربيع ياسين عشان اطمن على بعثتنا وفريقنا. عمر اهلا بيك. يا كابتن ميدو برحب بحضرتك وبرحب كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وبرحب بالاستاذ ممدوح. وطبعا يعني زي ما حضرتك قلت احنا بنطمن على بعثه النادي الاهلي بعد المباراه قويه وهي المباراه الثانيه للنادي الاهلي في المعسكر التدريبي استعدادا لنهايه الموسم الحالي وبدايه الموسم القادم. مباراه امام فريق نيوبورت كاونتي فريق انجليزي احد فرق الدرجه الرابعه. فريق محترم فريق قوي لكن النادي الاهلي عمل مباراه تكتيكيه عاليه جدا. مستر مارتن نصرتي قدر ياخد اللي هو عايزه من المباراه الحمل التدريبي الحمل البدني ان هو يدرب اكتر من عنصر في المباراه ويطمن على كل اللعيبه اللي كانت موجوده. كابتن ميدو بدا بتشكيل طبعا مستر مارتن نصرتي بدا بتشكيل بعد كده عمل شويه تغييرات في الشوط الثاني وبين الشوطين واستبعد او كان في استبعاد لبعض اللعيبه علشان يتم توزيع الاحمال على اللعيبه كلها سواء لعبه الماتش اللي فات الشوط الاول او الشوط الثاني وكمان المباراه الحاليه. حضرتك عارف ان طبعا جيرالدو حتى بالرغم من انه وصل لكنه لم يشارك في المباراه بسبب
يعني قله الايام او وصل من ايام قليله جدا، وبالتالي مش عايز مستر مارتن اصلا يدفع بيه في المباراه الحاليه. الدوليين ان شاء الله يا كابتن ميدو يوم السبت هيجوا ان شاء الله، يكونوا موجودين هنا في اسبانيا علشان يستعدوا مع النادي الاهلي لاخر مباراه وديه اللي هتكون ان شاء الله يوم الاثنين القادم. الامور كلها على ما يرام، كل حاجه كابتن ميدو حضرتك عارف لعيب كوره وعارف ان المعسكر بيكون فيه شويه مقومات تنجحك، هنا في كل شيء ينجح المعسكر من اقامه، من يعني استشفاء، من ملاعب تدريبيه، كل حاجه حضرتك ممكن تتخيلها موجوده هنا في اسبانيا في معسكر النادي الاهلي. الالتزام يعني بسم الله ما شاء الله، كل اللعيبه ملتزمه، كل اللعيبه عندها هدف واحد ان هو عايز يثبت نفسه للمدير الفني علشان يقول له ان انا موجود، ومن خلال مستر مارتن اساط يقدر ان هو يشارك في اهم لقاءين للنادي الاهلي في الموسم الحالي، هم لقاء المقاولون العرب ولقاء نادي الزمالك يا كابتن. اكيد يا عمر، يعني برضو عشان ندي للساده المشاهدين فكره، هيشوفوا طبعا مباراه بعد انتهاء الهوا هنكون مسجلينها معاكم، لكن ادينا انطباع وانت شايف المباراه، كان ايه الفكر اللي عايز يطبقه مستر مارتن اساط، او ايه الهدف اللي عايز يطلع بيه من هذه المباراه الوديه؟ مستر مارتن نصرتي، اولا طبعا الفريق الانجليزي فريق قوي يا كابتن ميدو، فريق قوي عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، يعني عندهم جسمان قوي، وبالتالي مستر مارتن نصرتي كان مركز على حاجه كلنا هنشوفها في المباراه زي ما انا قلت هتذاع على قناه الاهلي، انه ضغط ضغط ضغط، كلمه كان دايما بيقولها لما الكوره تبقى موجوده على اي كورنر من الكرانر، يعني موجوده في ناحيه اليمين لفريق نيوبورت، ناحيه الشمال في نص الملعب، مركز على الضغط، واضح جدا ان هو يعني كل الفكر اللي موجود ان هو عايز يضغط على اللعيبه علشان ما يديش فرصه للفريق المنافس ان هو يقدر يلعب اللعب بتاعه، وده الفكر اللي كان عايز يطبقه. زائد طبعا يا كابتن زي ما بقول لحضرتك، الاستحواذ على كره القدم والتدوير، يعني دايما لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت بتستحوذ على الكوره وكانت بتعمل عمليه تدوير للكوره في الملعب سواء في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، وهنشوف المباراه والمشاهدين هيشوفوا القوه اللي كانت موجوده في الفريق الانجليزي، والمباراه كانت متوقفه بعض الشيء في الشوط الثاني بسبب بعض الاحداث يعني الدخول العنيف من لعيبه نيوبورت كاونتي على لعيب النادي الاهلي، لكن الحمد لله ما فيش اي اصابات، ما فيش اي حاجه نخاف عليها، لكن زي ما بقول لحضرتك الضغط والاستحواذ على الكوره وفي نفس الوقت تدوير الكوره في الملعب كله، ده كان من اهم الثلاث نقاط اللي مستر مارتن اساطي كان بيعتمد عليهم. وفي نفس الوقت طبعا يعني اداء يعني انا شايف حضرتك هتشوف ان يعني ان شاء الله يعني هيكون في رضا كبير، وكمان يوم الاثنين دي هتكون اخر مباراه علشان يرجعوا الى القاهره، او نرجع الى القاهره ويكون الامور كلها مستقره والامور كلها بخير، وان الراجل عايز يرجع من اسبانيا يا كابتن ميدو وهو عنده اختيارات كثيره جدا بالنسبه له، ويبقى راجل محتار مش عارف هيلاعب مين ولا مين ولا مين، لكن كل اللعيبه يا كابتن ميدو بصراحه كلهم عندهم رغبه قتاليه ان هم يكونوا موجودين وان هم يثبتوا للراجل ان هم كلهم احسن من بعض، وده زي ما حضرتك عارف ان هو في مصلحه النادي الاهلي وجماهيره اللي منتظرين ان شاء الله المباراه المقاولون ومباراه الزمالك علشان نحسم لقب بطوله الدوري العام باذن الله. يعني مش هنحرق الهدف، لكن احمد الشيخ جاب هدف من اهدافه الرائعه. انا كابتن بقى بص يعني مش هنحرق حاجات كتير عشان نتفرج، مش عايزين نحرق الهدف، يمكن استنوا الهدف يا جماعه، هدف جميل قوي بصراحه. احمد الشيخ حصلت حاجه طريفه يا كابتن ميدو، ان حصلت كده مشاده ان حمدي فتحي دخل جامد على لعيب في نيوبورت، فالحكم جري وراح ما طردش حمدي فتحي، راح طرد احمد الشيخ. احمد الشيخ قال انا ما عملتش حاجه، ده حمدي فتحي اللي طرد. باعه في ثانيه. يقول لي نعم يا كابتن، باعه في ثانيه. ما انا وبعدين في حاجه بقى، احمد الشيخ قال لي عمر يعني بص، هو انت الناس كلهم ان انا ما عملتش حاجه، ده حمدي فتحي هو اللي دخل على الكوره جامد، انا بس وقاعد بتفرج والحكم راح مديني كارت احمر. قلت له ما تقلقش انا موصل للناس، وانت كده في الاعاده ان شاء الله الناس كلها تعرف، لكن يا كابتن في الاول وفي الاخر مباراه وديه، مباراه جميله كان فيها بعض الاحتكاكات الخفيفه كده، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي اخذ الاستفاده أكيد اللي هو عايزه منها، يعني جهد بدني رهيب مبذر من اللعيبه. تخيل يا كابتن ميدو النهارده الصبح كان في تدريبات، بعد الظهر عندهم ماتشات، حتى اللعيبه المستبعده رمضان وحسين وجيرالدو واجاي كله كان في الجيم مع حسين عبد الدايم علشان الكل يكون عنده نفس الحمل التدريبي، اكيد اللي بيلعب واللي مش بيلعب واللي موجود على المقاعد المتلاشيه. اكيد اكيد. قول لي بقى نطلع شويه كده، يعني نطلع الناس بره شويه الكوره، مين بطل البلاي ستيشن عندك؟
لا ده احنا يا كابتن ده في عندنا ماراثونات. انا سامع وعارف. تنس الطاوله مش ممكن. رمضان صبحي مكتسح، رمضان صبحي رهيب بسم الله ما شاء الله، يعني هو حسام عاشور يفضلوا يلعبوا لحد. كنت اقول لك ده حسام هو اللي كان مكتسح قبل كده. لا دلوقتي خلاص بقى رمضان صبحي جالهم، فالدنيا بالنسبه له صعبه. والشيخ احمد الشيخ في البلاي ستيشن رهيب، احمد فتحي بيلعب بلاي ستيشن. طب وشريف اكرامي ايه في رامي ربيعه؟ كلهم بصراحه يعني حتى شاييه وجيرالدو بيلعبوا تنس طاوله مع اللعيبه كلها، لكن تنس الطاوله هي اللي واخده كابتن الايه الجانب الاكبر. حضرتك عارف ان تنس الطاوله دي يعني هو لعيب الكوره لازم يلعب بالتنس طاوله، ما ينفعش يلعب بلاي ستيشن. يعني باسم علي برده رهيب، باسم علي في البينج بونج يعني برده بيكتسح من اللعيبه اللي ممكن ايه يوصلوا لنهائيات طوكيو 2020 في البينج بونج. باسم علي. طب ايه يا عمر، انا مش شايفك حاطط نفسك في اي جمله مفيده. نعم يا كابتن، مش شايفك حاطط نفسك في اي جمله، لا بلاي ستيشن عمر ربيع ياسين ولا بينج بونج عمر ربيع ياسين. لا يا كابتن مفيش يا كابتن، انا غلبان يا كابتن، اخش وسطيهم ياكلوني على طول. حضرتك عارف لعيبه الكوره ما بتسترش يا كابتن، فالواحد ايه يعني يقضي الكام يوم دول يا كابتن ميدو كده على خير، ينقل الاحداث ويحاول كده ان هو يسجل مع اللعيبه. لكن تنس طاوله وبينج بونج والحاجات دي، الحاجه الوحيده اللي لعبتها يا كابتن هي الطايره بالرجل مع كابتن سارة حفيظ، ويا ريتني ما لعبتش. ويا ريتنا كابتن ميدو ما لعبتش. جامدين جدا، جامدين جدا طبعا. لا وحضرتك بص هتلاقي كل حاجه عندك دلوقتي يا كابتن مسجله، يعني لو يعني لو فضحونا يا كابتن قول لهم بلاش. لا كله هنشوفه، كله هنشوفه، هنوري الناس بقى مستواك، مستواك الحقيقي. لا كل التوفيق ليك يا عمر، وان شاء الله يكون معسكر يعني يؤتي بثماره، وكل التوفيق ليك، وحشتنا جدا، واكيد يعني المشاهدين انت وحشهم جدا، ان شاء الله ترجعوا لنا بالسلامه، وان شاء الله الاهلي يعمل معسكر يكون ناجح جدا. عمر ربيع ياسين زميل عزيز، شكرا جدا ليك، كل التوفيق للبعثه. يعني حاولنا نطمنكم اكتر، وبعدين مش عايز اسال عمر على الفنيات قوي، ممكن يكون في جمل لقيت عمر بيتكلم في الفنيات الفنيات، فانا قلقت بصراحه يعني ضغط وبتاع. مش كده عمر، ما تقولش كل حاجه. مش كده يعني في ناس بتتفرج ممكن يعدي عليهم حاجات كتير قوي، لكن كل التوفيق، واكيد كل ماتش يبقى ليه اهدافه، وان شاء الله مستر مارتن لاسارتي يطلع باهدافه من هذا المعسكر. هو مهم جدا المعسكر ده، لان مستر لاسارتي انا في رايي الشخصي كان محتاج فتره توقف يعيد قرايه تاني للفريق الاهلي، يعني محتاج قرايه الفريق الاهلي، اللعيبه المميزه ممكن تفيده، اسلوب اللعب يتغير. فاعتقد معسكر اسبانيا والاحتكاك القوي مع فرق زي دي هتفيد الاهلي جامد قوي، خصوصا انت عندك ماتشين غايه في الاهميه، مقاولين والزمالك. فانت ان شاء الله لو ربنا وفق الدوري ان شاء الله من نصيب الاهلي. يا رب يا رب. تفتكر موضوع اتحاد الكره هيغلق؟ لا 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 خالص، لا 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 يعني مش هيبقى زي كل مره يا جماعه. طب احنا اسفين وسلام عليكم. لا يا فندم، لا ونرجع تاني نشتغل. لا لا لا، اللي انا سمعته وعرفته اقول لحضرتك عليه، لا الدوله مهتمه جدا، مش عشان بص هيكون عارفين نخرج، لكن الهرج والمرج واللي حصل وكميه ان احنا نتغاضى نتغاضى نعم اضر باسمنا بالظبط كده، ان انت ممكن تخرج عادي، بس تخرج وانت رافوع الراس، تخرج من دور يليق بيك، دور الاربعه تخسر في النهائي، يبقى اسمك كبلد انت مش هتعرف كاس العالم. طب كاس عالم عديت، قلت ده كاس عالم وصعدنا وصدعونا 28 سنه. حاضر يا فندم مش هنتكلم، وما اتكلمناش. ده كاس افريقيا، انت 7 مرات واخدها، وانت ده واخدها 3 مرات منهم مرتين بره ملعبك. كنا في منتهى السعاده لما يعني صعدنا، رحنا كاس افريقيا وصرفنا، ورحنا نهائي كاس افريقيا يا جماعه وصرفنا. ده انتصار، ده انت ما تاخرتش، الدوله ما تاخرتش، ما فيش مليم الطلب واقول لهم لا مدرب قد كده حاضر، هيجيب مساعد قد كده حاضر، مش عارف معسكر في حته فين حاضر، يعني كل طلبه الاخ اجيرا بنمشي رحمه الله عليه وجهازه الفني كله امين. طب ودينا بقى نتيجه، لا فالماضي مختلفه، خصوصا ان في كلام مش لطيف في مخالفات وحاجات، الملف جاهز يعني. الملف يعني حضرتك تتوقع الملف مش هيغلق بالسلك؟ لا 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 ما اعتقدش ماضي، لا الماضي لا، الالم اللي حصل للجمهور المصري ولينا احنا في الوسط بصفه عامه، لا 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 ما يتسابش، لازم يتحاسب. يعني انا نتحاسب عشان حاجه، عشان الناس تحس، ودايما ده موجود في مصر، ان في حساب، زي ما تثاب والله تثاب لما تجيد، تحاسب لما تخطئ، ده حق الناس مش حق مش حق حد. ليه؟ حياتك انت جبت الراجل ده 4 سنين، انا هموت واعرف 4 سنين بناء على ايه؟ يا ريت هو كده بس، وجبت 108000 108000 يورو في الشهر، قيمته بناء على ايه؟ انت انت لا يا كابتن ميدو، انت جبت مدرب الفلاني بتدي له مرتب قد كده، بتكلم عن جوارديولا معروف تسعيرته، مورينيو معروف تسعيرته، يورجن كلوب معروف، يعني في تسعيره. مين اللي سعر اجيري؟ مين اللي قال الراجل ده بخمسه ساغه؟ مين اللي قال؟ ما حد يقول لنا بس، وانت اديته حط شرط جزائي
منهم شرط جزائي قاسي جدا 3 شهور في مرتب. بناء على ايه هتحاسبه امتى؟ بعد 4 سنين. انا واخد 3 مليون كمان وهو ماشي. اي فندم ده طرديه ولم الليل عشان نمشي 3 مليون. ما هو 3 شهور حضرتك في 108,000 اضرب بقى باليورو اضافه في المصري، فاحنا نتكلم لم الليل الدنيا بايظه. نيجي على المصاريف، نيجي عن كذا، الخ الخ الخ. فانت اديتني ايه؟ اديتني خروج غير مهين، اديتني شكل لا يليق بيا، بتقول على ملعبي خالص. ده انا مفيش حاجه خالص. انت عملت الفلوس دي ايه؟ عملت بيها ايه؟ وبعدين الكلام حتى جوه المعسكر ما كانش بيتقال حاجه، يعني واضح ما بيتقالش حاجه. يعني حتى تحس يا ريت كان بيقول والله، عارف لو ما بيقولش كان يبقى احسن. ما هوش انا مش عارف كان قال كان هيحصل ايه تاني؟ انا مش عارف كان هيحصل ايه؟ يعني انت باخر يعني المعلومه اللي خدت معاك انت في دقيقه 85 وده جنوب افريقيا وبتضغط بالفريق كله وفي 2 مدافعين ورا، يعني انت بقالك 5 دقايق مش عارف تجيب جول. على فكره يعني ما حدش اتخض شويه ان انا اقول ان انا مع التغييره، لكن عشان اكون مع التغييره لازم اكون عارف انا هعمل ايه. صح. مش هطلع الديفندر عشان اهاجم واروح مفضي قلب الملعب او افضي العمق الدفاعي بتاعي اللي يجي منه الهدف. في الدقيقه كام يا كابتن؟ دي مصيبه سوداء. لكن التغيير انا اعمل اي تغيير ان شاء الله اطلع الجول، بس ابقى عارف انا بعمل كده، ابقى بكاتشن صح، بس قاري صح في الملعب. بس صح ولا غلط؟ ما سيبش الدنيا خربانه ولا ويوم اسرع مني بيقول بسرعه وانا فاضل مشكله فاضل 5 دقائق انت بالك 85 دقيقه مش عارف توصل للجول، جاي بقى في دقيقه 85 يا كابتن حاجه تنرفز. التغييره نفسها ماشي لكن اعرف لكن انا اعرف اعمل ايه. انا بره مامن بحيث لو ما خسرتش اطلع تعادل يبقى عندي نص ساعه اقدر اعوض اقدر اجيب. لكن جاي في دقيقه 85 مطلع لي 9 لعيبه قدام اصلا كمان انت مش ليدنج على الفريق، مش راكب الماتش خالص ولا راكب اي ملامح. انت تطلع الديفندر هي فكره جول تريزيجيه سيادتك اللي ضيعها تريزيجيه في غيرها اللي انت حاسس فيها جول. احنا لو قعدنا 6 ايام نلعب بالمنظر ده مش هجيب اجوان، 6 ايام مش هجيب اجوان بالمنظر ده. لو كنت بتتفرج على اي فريق تاني مدغشقر مع احترامي الجزائر وانت هتحس الفريق رايح في خطوره، لكن انت ما عندكش. انت عندك فين الشوطه اللي اتشاطت من خط الوسط فيها خطوره؟ فين الهجمه المنظمه اتلعبت بالراس راس الحربه جابت عملت خطوره؟ ما فيش الكلام ده. ده راجل محترم جاي كان جاي صيف عندنا برضه مش غلطته. ما احنا قلنا ده انا لو عزمتك على الـ على المصيف هتيجي. ده اكيد. ما ده اكيد. ما انا بقول حاجه كده الاخ هاني ابو ريده محترم ليه وشخصيته محترمه والاتحاد السابق المحترم. هو لو في ذره تفاهم واحترام ما كانش حصل اللي حصل. كانت الناس على الاقل قالت الراجل ده قاعد في بيتهم ما بيشتغلش ليه؟ بقول لحضرتك برادلي بعد ما سابنا راح فين؟ ما دربش، درب في درجه ثانيه في امريكا ولا بتاع وفشل. الاخ كوبر راح اوزبكستان وما شاء الله خرجوا من كاس اسيا. الاخ دوت هيروح فين؟ ما حدش هيروح. اللي بيطلع عندك مش ناجح، بيطلع عندك فاشل فبيفشل في حته ثانيه. بس انت مع احترامي جيد جدا مانويل جوزيه ما نجحش مع الاهلي. مانويل جوزيه ما نجحش مع الاهلي، دي بتاعت الاهلي، ده منظومه الاهلي. ما راح انجولا حصل؟ طلع من دور الثمانيه، راح السعوديه. الاهلي بينجح اي حد. الاهلي مع اي انا قلتها مره طبعاً. اي حد يعدي جنب صوت الاهلي لازم يبقى ناجح. بالظبط. مع احترام لاي حد واي اسماء، الاهلي ده حاجه ثانيه. لكن انت بتتكلم في منظومه ناجحه. لكن انت اللي عندك كلهم ما شاء الله برادلي او اجيري او الاخ كوبر كلهم في سجل الفاشلين. ما احترامنا للجميع. انا كاتب كده في الارض النهارده الفاشلين الثلاثه. ما احترامنا للجميع. عايز ممدوح المحترم هو اللي بيحترم الناس. ده اكيد. هو اللي بيخاف على الناس، هو اللي بيخاف على المصلحه العامه. لكن غير كده انا في نظري ما بقاش محترم بصراحه. لكن عموما انا اتمنى ان يبقى في محاسبه، مع اني شايف الدنيا عاديه جدا. لا لا بعد البطوله يعني. بعد البطوله يعني انت عندك ضيوف. تمام. ما ينفعش تتكلم دلوقتي. اكيد. يعني بقول لك الكلام ده يعني مقصود بيه بعد البطوله، لان انت بتتكلم في بطوله ليها مردود. انت لسه الاتحاد الافريقي يعني كان نفسك برضه تبقى البطوله بتاعتك وشكلك حلو وانت مصر. يا جماعه احنا مصر، يا جماعه مصر. الكلمه دي افريقيا في 4 شهور تحسها في الغربه. الكلمه دي يا كابتن ميتو تحسها في الغربه وحضرتك سافرت وعارف. لما اتقال كلمه مصر في اي في الغربه اتفرج على الناس انت وجهك عامل ازاي؟ انت انا حضرت اولمبياد الصين الشباب 2014 خدنا فيها 11 ميداليه وعلم مصر بيرتفع. انا جسمي كان بيقشعر. البلد دي ما تحسش قيمتها في الغربه. بالظبط. قيمتها لكن الناس اللي عندك في الاتحاد الكوره لا 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 ناس. ففي حساب جاي. اتمنى. لا ده 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 دي معلومه. انا بتمنى عشان المصلحه العامه مش عشان يعني نشمت. احنا عمرنا ما بنشمت حد ولا ماشي حاجه بالشمات. هو الناس اجادت واحنا بنظلمهم. لكن لازم يبقى في حاجه نقول يا جماعه في عبره. في حاجه اسمها مصلحه عامه، في حاجه اسمها انا ماسك حاجه جامده جدا في مصر وليها صوره مرايه للوطن العربي وافريقيا والعالم كله. العالم كله بيتكلم على افتتاح. ما ينفعش العالم بقى يتكلم ان احنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. فندم الجهات الاجنبيه بره بتتكلم على ايه؟ ان انت مصر خرجت من قدام الاولاد في دور 16
يعني قالت لك التنظيم بقى كله، بس منتخب مصر اللي فيه محمد صلاح نجم ليفربول اللي جاب دوري ابطال اوروبا خرج. ما ده لازم يزعلك، لازم يزعلك. انت بتتكلم في منتخب بلد، مش بتتكلم في فريق، انت بتتكلم في منتخب بلد بيمثل بلد. وفضل الاخ اجيري مفترض يعني كان سمعته قبل كده راجل مدرب كبير، فين الكلام ده؟ اتحاد الكوره بيحاسب مين؟ ماشي، ما هو باين قوي يا ممدوح ان كان هيحصل فشل يا جماعه. ما انا بقول لحضرتك احنا قعدنا نطبطب ومنلم الليله ماشي علشان، لكن كان باين. ما هو كان انا احنا ما نتفاجئش بقى، انا مش مفاجاه. انا قلت حاجة ايه؟ قلت ربما كانت مفاجاه بالنسبه لك بجد والله بامانه. لا وبس قلت ايه حاجة برده ايه؟ عارف تفاءلوا بالخير. ايوه سيدنا طبعا تجدوه طبعا. فانت بتقول ربما ربنا ينفخ في صدرك. طيب ما انت حتى دول اربعه، انا كنت شغال اكتر من كده. قلت لهم نعدي ربما فيك ثالث وقعه. هم عملوا جنوب افريقيا بقى، عمل لك مقاله كبيره قال لك مصر بتواجه جنوب افريقيا، فقال لك جنوب افريقيا ممكن، هم بتوع جنوب افريقيا عاملين كده المقال، ممكن نعمل زي البرتغال في يورو 2016 كانت طالعه ثالث، فاحنا نكسب مصر ونكسب ما اعرفش نيجيريا ونكسب، فهم مش حد يسمع. لكن انت بتتكلم ايه؟ كان نفسك دول اربعه فتبقى البطوله برضو في بلدك. كده ما حصلش. نيجي بقى على المسخره اللي حصلت في المعسكر، نيجي على الخروج على مصر، النصر حصل في المعسكر، كل ده برضه زعلك. مفيش ربط، مفيش ربط. كابتن سليم زكي كان بيقعد في المعسكرات، بيشوف كده يقعد كده في اي حته في الفندق، هي اللعيبه اتكلم معاهم ويعمل معاهم 2006 2008 2010 في ثبت وربط. لكن انت بتتكلم لك ايه؟ واحد قال لك ايه بقى؟ يعني لو كره تريزيجيه كانت جت الكلام كان هيبقى كده. شوف بقى اللي غيظك حد برضه واحد اتحاد الكوره وبالتحديد حازم امام. يعني كنا كره تريزيجيه كانت بتيجي قبل كده ازاي؟ من الدعاء اللي ربنا بيستجيب. استنى يا كابتن، وكابتن محمد بركات اتفضل كابتن. اقول لحضرتك؟ لا اتفضل كابتن. احنا كنا، هو في دوله في العالم بتدعي من قلبها وبتموت زي مصر؟ ما اعتقدش بصراحه والله العظيم. لا والله، لا والله ما اعتقدش ان الناس مع حضرتك بيموتوا علشان لا. لكن الدعاوي انا مش عايز اقول بقى انتوا قطعتوها لما عملتوا حاجه ضد المنطق وضد الانسانيه وضد اللي احنا اتربينا عليه، كلنا مخطئين. الله يفتح. لكن في حاجه بقى ظهرت فلازم نقصها، لازم نقول في مبادئ يا جماعه وفي اسس وفي عشان ربنا يستجيب دعوائنا يعني. لكن ان ربنا بقى يستغفر الله العظيم. لا يعني قلت في اهلي بالك كره بركات اللي كانت ماتش الجزائر بتاع 2-0 مثلا داخل دي كانت جت كنا ساعتها كاس عالم. ايه علاقه الدب ده؟ بس ساعتها كنا كابطال افريقيا ورحنا بعديها 2010 نهايه كانت الجابون وخدنا البطوله. فربنا كان مع المجتهد مع الناس المحترم. لكن ما ينفعش كلمه تتقال لو كنت الزجاجه جت كنا الكلام. لا يا فندم، هو الكلام واحد، كلام ما يتفرقش. انتوا فريق تعبان واتحاد الكوره بتاعكم غير مسؤول. اتحاد الكوره اللي يهمه السفريه على مين، البدل عند مين، ده رايح فين وده جاي منين، البدلات بتاعت الترنجات الحاجات اللي هياخدها ده اللي ماشيين فيه، الصفقات مين اللي جاي مين اللي رايح. لكن حد يفكر في نظام كوره؟ ما حد يقول. يعني قلنا يا جماعه خلصوا الدوري قبل كاس الامم، قلنا كده علشان يبقى الموسم خلص قفل كده. حد اتكلم الاهلي بيبص لمصلحته هو. طب ايه مصلحتنا؟ مصلحه ايه يا فندم؟ احنا داخلين افريقيا يا فندم، احنا عملنا تحقيق. قلنا يا جماعه ينفع؟ قال لك ما ينفعش. يعني بطوله تقف شهر وانا بتكلف في نهايه الدوري واكملها بعد كاس الامم ماتشين او ثلاث ماتشات؟ ده ينفع وده بيحصل في حته يا كابتن؟ ما بيحصلش. انت شفتها في اي حته ان بطوله محليه تقف شهر عشان بطوله قاريه مقامه عندي وكاملها بعد كده وبعد كده اخد استراحه عشان الموسم الجديد؟ لا لا لا، هرجله هرجله بصراحه. عملنا كل حاجه لا يتقبلها العقل ولا بالظبط. ودي النتيجه ودي المحصله الطبيعيه، انت في الاخر بتدفع ثمن. مش انت بقى اللي بتدفع، الاتحاد الجمهور المصري المشجع المحترم. الاتحاد مين؟ لكن الاتحاد ماسك نفسي والله. ايده في ميه. لا لا انا بقول حاجه، ايديهم في ميه بارده. كمان اللي يضايقك ويغيظك ان يقول لك اصل احنا ما استفدناش، احنا اتضرينا. اتضر في ايه بقى؟ نفسي حد يقول طلع اتضر في ايه؟ لا ما استفدتش في، اتضر في ايه؟ ممكن اقول لك استفدت في ايه؟ يقول لا لو جبنا الاستفاده هنجيبها. يعني كتير جدا. لا لا لو اتكلمنا على الاستفاده الملف طويل. لكن المحاسبه جايه يا كابتن مين؟ حد ابسط حاجه لما الكابتن الخطيب ومجلس النادي الاهلي الموقر قال يا جماعه اخلصوا الدوري عشان هيبقى في مشكله. واحنا كنا في ظهر. في مشكله في ده كلام منطقي. يا جماعه ده كلام منطقي وكلام فير وكلام للمصلحه العامه. فندم واحنا اول اهلي بيتكلم على حاجه. لا اصل احنا واحنا نعمل واحنا هنكلم طب احنا خدنا ايه بقى دلوقتي؟ ولا حاجه. انت 31/7/6 كان كده مقفول رسمي وقانوني وشرعي. مع ان لا مريده ولا غير مريده. خدنا وعود. فندم ولا الدموع. ما انا هقول لك بقى احنا خدنا وعود والاتحاد موجود. الاتحاد مشي الوعود راحت. فندم خلصت. في حاجه؟ اه حاجه مش عارف. لا مفيش حاجه ولا في حاجه ان هو لا يستطيع الكاف ان يمدي حياتك القيد الا المده دي بس. ليه القيد في اي حته في العالم 31/8 بيخلص؟ الناس مش فاهمه كده ليه؟ هو اخر معاده كده
فانت وكاف قال لك بقى استثناء عشان مصر ضغطت. لا يا فندم مش عارف مصر قالت مش بتاعتي البطوله في اربع شهور. لا يا فندم فحصل مشكله فاحنا لازم نقول للاستثناء يعني نوعا ما. تنظيم البطوله ده شرف لينا عشان احنا افارقه وبنتشرف بالقاره دي واحنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله شرفنا القاره في تنظيم منقطع النظير. ده كلام الناس مش كلامنا. ده كلام الناس كان عشان ايه شايفه استعدادات وتنظيم وحاجه. لكن يقول لك عندي لوائح وعنده انا ماشي بيها هعمل لك استثناء يجي السنه الجايه الكاميرون وهي بتنظم كان عندي بطوله فممكن بقى ما كده خلاص بقى اشمعنى مصر. فالكلام مش منطقي. فابريدا بيقول كلام لا مش منطقي. مش منطقي الكلام اتقال اساسا. طب انت بتشوف الناس اللي كانوا مش هقول بقى يعني تطبيل والكلام ده يعني خلينا نخرج بره الكلام ده لكن الناس اللي كانت بتدعم الاتحاد وبتدعم قراراته ودايما بيبرروا القرارات دلوقتي هم اول الناس اللي بيقولوا لازم نشنقهم اساسا. دول بقى عشان احنا بدانا يعني فاضل لنا شويه عقل وخايفين عليهم. لا 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 اصل دول بياكلوا على كل المواعيد يا كابتن. يعني انا كنت بكتب مقاله في الاهرام فهاجم الاتحاد الكره يجي حد من الزملاء يقول لك يا عم وبتاع. انا بقولهم انا بتكلم بكتب كلام منطقي ولا انا باجي بحاجه كده زي لا ده كلام منطقي واخد بحاجتك. فالناس دي مع احترامي ليهم دول على كل المواعيد كان حاجه عارف طبعا ونصارك من بعض. لكن طب استاذنك يعني لازم نرحب بفاكهه الكره المصريه الكابتن علي ابو جريش. حبيبي مساء الفل عليك يا ابو الكباتن. اهلا اهلا ازيك يا حميد كل سنه وحضرتك طيب وببقى يعني سعيد جدا جدا لما بسمع صوت حضرتك ودايما منورنا كده ومشرفنا. الله يكرمك يا حميد وسلم لي على طبعا استاذ ممدوح فهمي. استاذ ممدوح سلم لي عليه طبعا. كابتن ازي حضرتك كل سنه طيب. اهلا بيكم. اهلا بيك يا كابتن ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. اكيد يعني مش هيفوتنا ان احنا نعرف راي حضرتك في اللي بيحصل في الشارع الرياضي المصري تحديدا. ايه اللي بيحصل في الشارع الرياضي المصري؟ الخروج 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 من افريقيا. خروج من افريقيا يعني شايفه طبيعي لان احنا ما قدمناش في الاربع ماتشات ان احنا ما ركبناش ولا ماتش في الاربع. يعني ما كناش احنا الافضل في الاربع ماتشات. فبس يعني ده وضع كده. انا شايف ان برضو الاعداد كان مش كفايه. الاعداد كان ضعيف جدا واللعيبه انضمت متاخر وكده يعني كان شايف ما كانش فيه الانسجام اللي مطلوب، ما كانش فيه اللياقه المطلوبه. عايز تكسب ازاي؟ يعني عايز تكسب ازاي وانت اصلا ما عندكش لا ولا عندك بدائل على مستوى عالي، عندك مشاكل في مكان راس حربه. ده اهم مركز في النهارده اللي بيترجم كل السيطره والكره دايما بتبقى عند مكان راس الحربه. فانت ما عندكش لغايه دلوقتي حد تقدر تقول عليه هو ده الاساسي بتاع راس الحربه مع كل تقدير اللعيبه اللي موجوده. لكن طبعا ما عندكش ده وده من المراكز المهمه جدا يا ميدو. اكيد بس اكيد فانت عندك مشاكل. عندك مشاكل زياده على ان انت برضه انا شايف ان في لعيبه ما كانتش جاهزه قوي، اعدادك ما كانش قوي قوي. يعني في بعض اللعيبه برضو بعيد عن المستوى الدولي يعني ما تقدرش تقول بس فما يعني انت شفت الفرق عامله ازاي؟ انت شفت الفرق ما عادش في فرق في افريقيا ضعيفه. ما عادش في فرق في افريقيا ما لهاش مخالب. انت شوف مدغشقر بيلعب النهارده دول يعني الاربعه شفت كل الفرق اللي احنا بنقول عليها صغيره وتاكده كلها لعبت وادت ولعبت بشكل يعني مفرح يعني وادت بشكل كويس. بالظبط. فما فيش ماتشات ضعيفه في افريقيا دلوقتي. يعني بالنسبه لحضرتك ما كانش مفاجاه ان احنا نخرج. لا 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 انا مع الاداء. لا انا كل مره اقول الاداء هيتحسن، الاداء هيبقى افضل، اللعيبه عدت المرحله الاولى فان شاء الله الناحيه البدنيه تبقى كملت شويه مع الماتشات الثلاثه اللي اتلعبت كل ماذا. فطبعا لقينا طبعا رغم انه برضه يعني طبعا الاخطاء الفنيه طبعا في اخطاء طبعا كثيره في يعني في الاختيار طبعا لو دليل ان هو لما اتزنق ما لقاهمش ما لقاش اللي هو عايزه. طب ما انت في لعيبه ما خدتهاش. اخطاء في المباراه نفسها طبعا. اما انا لقيت نفسي انا فاضل اربع دقايق والشوط يخلص الشوط الثاني. طب ما انت في ملعبك ما تاخد نص ساعه. انت جذفت في وقت لا يحتمل المجازفه. بالظبط. طلعت ولعبت وليد سليمان وطلعت النني وسبت فتحت نص الملعب كله في الوقت اللي انت كنت محتاج حد كمان ده واحنا كاملين في نص الملعب كانوا هم المتسيدين. فالنهارده انت ليه بتجازف بدري كده؟ انت عندك نص ساعه تلعبها بعد كده. وحتى لو هو الفرقه راكبه الماتش انت ممكن توصل لضربات جزاء زي ما حصل النهارده مع الجزائر وحصل قبل كده مع تونس وغانا. ما غانا كان راكب الماتش لكن تونس نجح تكتيكيا ان هو يوصل الماتش ضربات جزاء.
مش عيب ان انا اوصل لماتش ضربات جزاء او اخد النص ساعه اللي مستعجل على ايه؟ وهو الفرقه اللي قدامك كانت واقفه دفاع منطقه عشان تزود الهجوم بالزبط. يعني كانوا واقفين متمركزين قدام جونهم. لا ما خد النص ساعه اضيع كده ولم الامور، لان هم في المساحات الواسعه هم احسن، وانت فاضت لهم المساحات. لو انت لميت الامور دي ولعبت حتى حد في نص الملعب تاني، حتى لو طلع النني وطلع، ممكن يساعد مع طارق حامد. لا ما ينفعش عرض الملعب ده كله يلموا لعيب واحد بيدافع بيده. اكيد يا كابتن. لا لا خطا قاتل طبعا، يعني تغيير في وقت غير مناسب ومجازفه مش مطلوبه ومش وقتها. يعني انت فتحت الملعب كله عليك في اخر خمس دقايق، طب ما تقفل وتاخد نص ساعه. بالظبط بالظبط، كلنا كنا بنتكلم في التغييره دي، وكان باين من اول الماتشات يا كابتن علي ان تغييرات فيها علامات استفهام كبيره جدا، من اول ما طلع تريزيجيه وصلاح ودخل صلاح في العمق، يعني كان باين ان في لخبطه. لكن يا كابتن علي بخبرتك الكبيره جدا واكيد راي حضرتك مهم جدا للمشاهدين، هل هي مشاكل فنيه بس ولا مشاكل اداريه كانت تمثلت في اختيار؟ لا انا ماليش، بص انا عمري ما اخش في مشاكل اداريه، دي مش بتاعتي. اوكي. انا راجل بتكلم في مشاكل فنيه او لكن المشاكل التانية دي بقى اللي راه وكده دي مش يعني. لا انا قصدي في اختيار، انا قصدي في اختيار المدير الفني يا كابتن. ما عنديش معلومه اكيده وما عنديش اي حاجه اقدر اقولها واجزم بيها. لا انا بتكلم في اللي انا شفته من الناحيه الفنيه. انا قصدي المعايير في اختيار المدير الفني اللي دايما بنقع فيها. ما برضه ما يعني ما اعرفش، انا ما اعرفش الظروف ايه، لان هو كان بادئ كويس زميله، وكان بادئ كويس وكان بيختار عناصر صغيره في السن، اذا كان عنده استراتيجي معين. والاستاذ عبد المنعم طبعا يعني معايا، وكان ما واخد لعيبه صغيره في السن، قلنا ماشي ده كويس، على اعتبار ان هو كان واخد اربعه او خمسه من المنتخب الاولمبي. وبعدين بدل الكلام ده في الاخر وبدا اجيب لعيبه مع كل تقديري ليهم فوق السن، قال يبقى انت غيرت الاسترتش بتاعك، انت كنت عامل وكان قلنا خطوه كويسه، وبعدين جبت لعيبه فوق 30، فمش عارف هل حد اثر عليك؟ هل في حد يعني ما اعرفش. فانا ما عنديش الاجابه الصحيحه عشان اقدر اقول، لكن اللي انا شفته انا بتكلم عليه. اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نجم الكره المصريه وفاكهه الكره المصريه ونجم الاسماعيلي السابق كابتن علي ابو جريشه، دايما منورنا ومشرفنا وحاجه يعني نجم كبير جدا. لا طبعا انت بتتكلم وراءه مؤثره جدا، ما بحبش اخوض في تفاصيل جانبيه. يعني كابتن علي انا عارفه، بس انا حاولت اجيبه يعني كده، فهو زي ما هو اجيلي ما بداش كويس زي ما يعني هو بدا بدايه خادعه يعني. انت كنت بتلعب ما بتشوفش الجون الثاني، فشفناه كتير يعني ما بنشوفش حارس المرمى مع كوبر بالزبط. المنافس، فلما شفناه كتير في اول ماتش كان محروم من حاجه، وبعدين يعني كان لكن انا ما شفتوش ماتش تونس كسبان 3-2 هيكفاك تصفيات افريقيا بالظبط، انت كسبان برضه بشكل مش كويس يعني، مش ما شفتش اللي احنا لينا انياب يعني. هو تحول الهجوم ده كويس كل حاجه، لكن هو ما ادانيش برضه احساس بان هو مدير فني جامد قوي او يستحق. مش هيرفي رينار، مش جايب بالماضي لا خالص يعني، بس لكن هو بامانه لا ملوش علامه، بدين اول اختبار قوي هو فشل فيه. هو يعني واضح كابتن على حاجه، وكان ممكن يكون مكون فريق صغير وحاجات زي كده، لكن لما جه كاس افريقيا ده اكد كلام بيقول لحضرتك عليه، ان هو قال له ايه البطوله مش طالبينك تاخد البطوله، كون فريق فابني فريق، ده ياكد كلامي اهو يا ابني فريق. فلما جت البطوله في مصر اقول عزيز بطوله، طب لما عزيز بطوله بقى انت اختار بقى بيست اوف ذا بيست، افضل الناس رمضان صبحي عندك، ما يتسابش رمضان صبحي كمثال، عبد الله جمعه في البكليف، كهربا محمد كهربا، يعني نتكلم بقى مان. يعني في لعيبه يبقى ازاي انت ما شفتش؟ انت بتاخد الناس اللي هم دول الناس شايفاهم، يعني الناس كلها بتشوف وانت ما بتشوفش، ما دي غريب، لكن ده اكد كلام وكان بيبني فريق رائع. بس انت دلوقتي هدفك تحول، يبقى خد بقى الناس الجاهزه عندك، خد رمضان، خد كهربا، خد مش عارف مين، اللي هم اللعيبه دي تشيل، ده ما حصلش، انت واخد ناس برضو مش ما تشيلكش. هو مين اللي ممكن يكون اتفرض عليه؟ مين اللعيب اللي فوق ال 30 اللي لعب مش يعني وليد سليمان بس هو اللي سليمان. كان بره ودخله وليد سليمان كان بياخد اخر ربع ساعه يعني، ما كانش اداؤه مؤثر قوي. عليك نور. مش عشان وليد اهلاوي ولا حاجه يا جماعه، والله العظيم انا بتكلم وليد لعيب كبير، اختلفنا واتفقنا، لكن انت دايما بتتكلم في منظومه بتبقى دايره، بمعنى ايه؟ محتاج وقت انصهر. كابتن علي قال نقطه في منتهى الجمال، قال لك غياب الانسجام. وده كان واضح، فوليد لو كان واخد وقت كبير، كابتن علي برضه نقطه برضه غريبه، قال لك ايه؟ فتره الاعداد مش كفايه، مسؤوليه مين؟ المدير الفني. طيب ده بعمل له ايه؟ يعني انت قال لي طب ده رقف شهر وحد قال لك يا عم لا يا عم ما عادش كده، انت طلبت الدوري يقف في اول سته وهنستعد امين،
ونأجل كذا حاضر يعني يعني اكتر من كده ايه تاني؟ والناس بحساك وفاهماك سواء البريده او الاتحاد الكوره يا عم البطوله مهمه يا عم الجمهور عاوز البطوله كل ده ما يدكش احساس ده انت واقف قدامي على خط خط محترمي خط الملعب مفيش توجيهات مفيش تعليمات مفيش اي تغيير بيتقال مفيش حتى يعني لا فلان اقفل او فلان اضغط ما الكلام ده بيحصلش زي ما الحاج كده التغييرات حتى متاخره مش مؤثره انت بتعمل ايه والبدلاء اللي عندك ما شالكش بفضل ايه تاني لكن انت النهارده بتبص على ماتش الجزائر مثلا كوت ديفوار التغيير بيعمله بالماضي او حتى مدرب كوت ديفوار من كاميرا بتحس ان هو بيفرق معاه يعني عجبني زميله احنا قاعدين بره في كنترول قال لك التغييرات اللي عملها مدرب كوت ديفوار الشوط الثاني وصل الفريق بقى اكتر خطور يعني في مدرب بيقول لكن انت بتقعد 90 دقيقه ما بتقولش اللي انت عملته ماتش جنوب افريقيا يا جماعه اضغطوا وسبت لنا ملعب ورا هيو جت اول هجمه سريعه خلصت الناس طب عوض بقى انت فيش ده الفرق بين بقى محترمي مدير فني بيفهم بيقرا صح ومدير فني محترمي يعني ما عندوش فكره كنا بنتكلم بقى عن الاعلاميين او الصحفيين ايا كان اللي كانوا يعني بيدعموا بشده قرارات وبيدعموا اجري وبيدعموا قرارات اتحاد الكوره ودلوقتي هم اول المطالبين بالتحقيق والشنق والاعدام وي وي وي, وي. اللي كانوا بيدعموهم قبل كده يعني ما خدناش يعني حتى ما خدناش فاصل من غير زعل كنت بتكلم مع محمود صبري حضرتك عارف طبعا قسم حد من الناس الجميله في مصر فبيتكلم الاعلام قلت له احد اسباب كارثه الرياضه المصريه بصفه عامه والكره المصريه ان بعض الاعلاميين والصحفيين محترم الكلمه العامه مع الريجه يعني سيادتك قاعد في مكانك وبتاع ومدعم وفي مصلحه او ارتباط مع حضرتك سيادتك مشيت وكذا ضد حضرتك طب ايه الحل ايه الحل لازم يكون في معيار لازم يكون في يعني محترم واحنا كمشاهدين انا بقى لما ببقى بره التلفزيون او بره الاستوديو ببقى مشاهد تمام ببقى عليا برضو دور ليا دور طبعا صح الكلام اللي بيقوله حضرتك لازم استوعبه وعليا لوم طبعا ان انا بتفرج على نفس الناس اللي هي بتلبس وشوش وبتقلع وشوش برافو عليك لازم اعمل اكس زي ما قلت امبارح لازم اعمل عليهم اكس خالص لازم بمعنى اللي بيطلع من ما هو الكلمه دي امانه اللي بيطلع من حضرتك بيوصل للناس بيأثر فيه بيأثر في الجيل الطالع انت راجل بتخاطب ملايين لو احنا شعب اصلا اصله طيب قلبه جدا طيب. جدا الكلمه بتدخل قلوبنا بتودينا بالزبط. ودي حاجه لما يتوسم فيك ان انت صادق معاه لكن ليس كل ما يظهر على الشاشه هو صادق المشكله كمان ان هو ما بيطلعش كده على طول ان يعني هو بيطلع بكذا وش بالظبط كده واحنا بنرجع نصدق تاني ما انا بقول حاجه دي مشكله في عندي تعمل انت بقى ايه لازم. يعني لازم حاجز لا الراجل ده انا صدقت معاه قبل كده صدق معاه ما صدقش الراجل ده ما جيت اتكلم معاه مره واثنين وثلاثه ثلاثه و10 و20 يعني النهارده محترم يطلع اتحاد كوره يكلمني اقول له انت نجحت في ايه؟ ما هو انت نجحت في تتكلم هاخد منك كلام ازاي؟ ما هو دي نقطة مهمة جدا لما انت محترمي مدرب مش ناجح كمثال ويطلع في الإعلام يحلل مدرب آخر واخد بال سيادتك وينتقده أنا هصدقك إزاي؟ أنا كمدير فني هصدقك إزاي؟ أنت على الورق شاطر وزي الفل وتيجي في الملعب ما تقدمش حاجة يبقى إزاي هصدقك؟ ما هو معيار النجاح إيه؟ أبقى ناجح هنا وناجح هنا ما يطلع مدير فني ناجح يتكلم على واحد تاني يقول أه ده راجل تعظيم سلام لكن لما يكون مدير فني مش ناجح بيتكلم نفس الحكايه الاعلامي انت بتتكلم كلامك ده واصل ليا تبقى امين فيه يعني تعرف كل الحقائق غير التزويق وغير مفيش مصلحه لكن للاسف احد اسباب كارثه الرياضه المصريه والكره المصريه في خاصه ان التوجهات والانتماءات والمصالح بتحكم غير زعل لا من غير زعل ايه انا بقول لحضرتك بامان كلها عارفه كده ودي وسبب اللي احنا فيه ده هو اللي بقول عليه انا بقول لحضرتك انا فوجئت مش فوجئت فوجئت رئيس الاتحاد على كرسي ونائب رئيس الاتحاد على كرسي قصاده وجنب عيد مجلس الاتحاد وبيناقشوه عن البطوله وتنظيمها واتحاد الكره ينفع هل ده منطقي طب كيف اديرت الازمات في الاتحاد لا يا فندم هو قرار واحد قرار مهندس هاني مهندس هاني هو اللي كان بيقول يعني مهندس هاني يقول شمال شمال يمين يمين مش حد تاني مجلس اداره محترم يجريهم كلهم بلا استثناء بس لا هو كان مهندس هاني ماشي الدنيا يعني انا لا يعني مع احترامي مش 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 ادعي عليه مهندس هاني راجل محترم وكل حاجه لكن قال فرد الواحد لا هو شايفين الدنيا ماشيه ازاي بدليل كم موقف اتاخد ضد الاهلي الموسم ده مش انا مش عايز اتكلم على التحديد عشان ما يقولوش انا هتكلم انا تمام ضد الاهلي لا انا بتكلم في الازمات كيف اديرت الازمات المعجلات اللي اتعملت الاهلي ازمه الاهلي ازمه الزمالك ازمه كذا ازمه شهر فبراير مجالات الاهلي اتعملت ورا بعض حصل؟ حصل اشمعنى مع الانديه الثانيه؟ ما حصلش اجلنا الدوري بعد كاس الامم تمام والاهلي يا جماعه ما ينفعش يا جماعه القيد قال لك لا تقلقش من القيد ايه اللي حصل؟ المساله مش ان انا بناطح
مؤسسه كبيره اسمها الاهلي، لا مساله بحكم العقل. انت لا انت بتناطح الصح. لا انا بتكلم عن هم الصح. هم أيوه عايزين يناطحوا هم بيناطحوا، عايزين يقول لك لا احنا دايما بنتكلم في الصح، احنا اكبر من الاهلي. ما مش اكبر من الاهلي يا عم بالزبط. انت اتحاد الكوره اكبر حاجه في المعروف، لكن لما الطرف الثاني يتكلم صح لازم اسمع، لازم اشوف ادرس. ده اللي بتكلم فيه، لكن مش ان انا افرد عضلات واقول لا ده الاهلي مين، احنا اتحاد الكوره. الموضوع مش كده. هو كابتن صلاح رحمه الله عليه لما جه ماتش المقاولين لو سيادتك فاكر، والاهلي ما راحش وقال لك مش هلعب، حصل وكان بيتكلم غلط والاهلي ما راحش فعلا، وقال لا لان الاهلي بيبقى ماشي تبع لوائح وقوانين، بيمشي على قطر كده وخط مستقيم بالظبط. فاتحاد الكوره ما جيش لا تقول لا انا الاهلي فانت مش كفايه الاهلي، لا الاهلي كبير بس انت بيتكلم صح. الاهلي لو مش بيتكلم صح قول لي والله ده الغلط كذا عادي جدا، وادي النتيجه. اللعيبه النهارده هتقعد من النهارده من ساعه ما خرجنا لغايه نهايه البطوله، فين بقى المسابقه؟ ايه الاستفاده انت خدتها؟ اي انديه خدتها؟ محترم اللي بعد الانديه كانت بتطالب اصل عشان اللعيبه بتاعتنا تيجي، طب اللعيبه عندها اتصابت وفي لعيبه موقوفه، ازاي الحال؟ الانديه الثانيه كانت قالت لك اصل عشان لعيبتنا تبقى جاهزه، طيب في لعيبه ولاعيبه اساسيه اتصابت. يعني محترمي سامحني في كلمه، ربنا ما يتعاندش. انا معاك ربنا ما يتعاندش. انا معاك. انا كنت بحس اللي هو ايه، يلا نعمل مشكله عشان نحلها ويقولوا ان انتوا اللي حليتوها. انا بس كده كده وصلت على كده اقول هي كده. هو عايزين نبقى الناس ان احنا شجيع السيمه، مع ان المشكله من عندك انت، من عندك انت مشكلة. انت عامل جدول التزم بيه، انت عامل مواعيد التزم بيه. راجل يعني والاهلي اتكلم في ايه؟ الاهلي يقول لهم انا عايز التزم بمواعيدكم. هو قال كده؟ الاهلي قال كده؟ هو حاجه بجد. طب واحنا كنا، ما انا بقول واحنا قلنا ده يا جماعه مش هينفع تاجيل الدوري. جاء قال لك اصل لعيبتنا، طب ادي اللعيبه اتصابت، ها زي الحال لعيبه في المنتخب اتصابت غير ما يلعبوا حتى واتصابت، زي الحال كنت لعبت بقى انت بيهم ساعتها هم جاهزين. الله، مشكلة كبيرة جدا مش عارفين نخرج منها ازاي. لا حياة كورة متفرغ لاتحاد الكورة، الرولز واللوائح تتطبق زي اي حتة في الدنيا. كابتن مين هو احنا بنخترع العجلة؟ للاسف يا استاذ ممدوح انت لما تيجي تتكلم، ما انت زمايلك هتتكلم تقول يا جماعة ما ينفعش اللي بيشتغل في اتحاد الكورة يطلع يتكلم زمايلي. يعني ايه هو فدي زميلي الكلام مننا احنا صعب، لكن انتوا لازم برضو يبقى ليكوا دور كبير جدا وضغط كبير جدا، ان انا لازم ابقى متفرغ لشغلي. ما ينفعش ان انا يعني ابقى هو انت حياتك عضو اتحاد كوره؟ هو زميلي ده يبقى يعني زميلي انا صحفي مثلا او كذا، لكن مش زميلي اللي شغال اتحاد كوره. مين قال كده؟ هو اعلامي هتشتغل عضو تفرغ لواحده فيهم بالظبط. انت راجل يا عم شايف ان انت اعلامي شاطر قدم استقاله من اتحاد الكوره، اشمعنى يعني كابتن ايهاب اللي قدم استقاله من اتحاد الكوره واشتغل مدير تنفيذي مقابل 45,000 جنيه في الشهر؟ اشمعنى؟ يا والله ما انا تعبت. انت تعبتني النهارده على فكره. لا اصل بص حضرتك الواحد دم محروق، فيعني اذا كنا بنفصل مسائل حاجات على مقاس ناس معينه. هو استقال عشان يشتغل مواز بلا سوس يعني. يعني الاستقال بيشتغل في اتحاد الكوره برضو يعني، بس بيروح من مركز لمركز. هذا كان عضو مجلس اتحاد الكوره تطوعي، فمش قال لك لا هيستقيل ويشتغل مدير تنفيذي عشان 75,000. مش انت هتشتغل اعلامي؟ استقيل يا فندم اتحاد الكوره. مش ايه هي؟ وده انا بتكلم غلط بالظبط. طيب مش هي منافسه الشطرنج؟ ما ينفعش ابقى قاضي ومتهم في نفس الوقت. ينفع؟ خالص. طيب خالص. انت ستك عاوز تشتغل اعلان وشايف نفسك راجل محلل ومذيع ما جابتوش يعني حد، خلاص يا فندم قدم استقالتك ودعم واشتغل. هو انت بتشتغل في اتحاد، بتشتغل في الاعلام ليه؟ لولا ان انت في اتحاد الكوره. طب انت بره اتحاد الكوره خلي حد انا مع احترامي يرفع السماعه ويكلمك. يا جماعه نتكلم معايا كلام منطقي يعني، نحترم عقول الناس. نحترم عقول الناس. انت في اتحاد، انت بره اتحاد الكوره سين او صاد بيشتغل في معاه الاخبار برضه حصري وكده ولا يا فندم انت بره اتحاد الكوره بقى؟ مفيش دخي بقى صح ولا غلط؟ اشمعنى بقى قبل ايه؟ وعين مع احترامي وانا اسف لو اقوله، في معسكر منتخب مصر او في روسيا مشاكل وفضايح في معسكر منتخب مصر كان بيخش على محمد صلاح ويصوروا معاه وهاب لقيته مدير منتخب، مشكلته فضيحه اللعيب اللي اتورط في المشاكل دوت وهاب لقيته مدير المنتخب. ده مسؤوليه مين؟ كابتن جوه رحمه الله عليه قال لك ايه بس؟ كان بيعدي على اوضه اللعيبه غرف اللعيبه عارف اكيد انا مش يعدي ويقول بقى لعيب صاحي يا ويل لعيب مثلا كذا، رحت له مره معسكر كنت بسجل معاه، فقوم سجلت معاه هو كابتن، فعمل لي ازاي؟ انت لعبد الظاهر اتسقى، بقول له كابتن، قال لي سجل معايا، ده كابتن جاري والله كابتن ميدو اقسم بالله. فقلت له طيب حاضر يا كابتن، انا فهمت دماغه ايه،
فقلت له يا كابتن عبد الظاهر بعد اذنك كابتن كوره عايز اتفضل اتفضل. ليه بقى حضرتك؟ احنا كتلفزيون او اعلام مهتمين بمين؟ اهلي زمالك. الراجل ده كان في المنصوره فعاوز يديله تقله او يعني انت مهتم عشان مستعين بيه في المباراه فيرفع روحه. ده كابتن جوهر بالظبط. ده الجنرال. ده الاحترام للحد اللي هو بيعرف يحكم. لو جيت انت تقول لي اصل انا في اتحاد الكوره ده راجل اعلامي وانا خسرت. نعم انت بتكلم هنود محترمنا اللي هنود. لا لا كابتن لا 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 حتى لا الاعلانات لا. ما عملناهاش كويس. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على موضوع الاعلانات. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم على برضو الاعلانات والناس انتقدت الاعلانات بشكل عام بشكل عام حتى ما كانتش شكل برضو مش شكل الاعلانات بتاعتنا مش شكل اللعيبه بتاعتنا. وكمان الاعلان اللي طلع اتصرف في الاخر ده عمل ضجه كبيره جدا لان الشركه الراعيه طلعت قالت يا جماعه ده الصوت متركب. بس عارف يعني بررنا حاجه لو انا مش شركه الراعيه هروح منزل الفيديو الرئيسي ان ده هو الفيديو الرئيسي يا جماعه على طول وده الفيديو اللي هو مفبرك متركب فبرك صح اتفبرك. لكن هم طلعوا قالوا ان ده الصوت متركب وناس طلعوا قالوا لا احنا شفنا صوت بالظبط. فقصه كبيره جدا. ما علينا من هذا الاعلان. الاعلانات شفتها ازاي برضو؟ والله شفتها اعلانات ساذجه وكلها ما شاء الله بلاها ما فيهاش ابتكار ما فيهاش ابداع. يعني اعلانات تحس كده حاجه اتعملت على عجله وعلى من غير تفكير من غير يعني فوجئت. حتى اختيار النجوم اللي مشاركين في الاعلانات مش اختيار موفق. يعني كان في نجوم احق ان تظهر. محمد شناوي كان لازم يظهر في اعلان منهم لحد مش شامل حارس مرمى كبير حاجه زي كده. طلع في اعلان مع كابتن احمد ناجي لابس جوانتي كبير جدا. بصراحه الشناوي الجوانتي ده كان عالمي بصراحه. براحتك طلع كل الكور. لكن حتى الاعتذار سواء متفبرك او اصلي ده في حد ذاته ادانه مش براء. بمعنى انت جاي تعتذر عن انت جاي تعتذر بعد ما طلبتني يعني بعد ما طعمتني انت جاي تعتذر عن ايه؟ هو انت كنت لحقت الصبح لقيت في بطوله عندك خرجت ولا انت عارف في بطوله عندك من اربع خمس شهور؟ يعني الشكل اللي احنا شفناه ان هم اعتذروا في الاعلانات اللي اتعملت قبل البطوله. تمام. اعتذروا من الخروج على الخروج في من البطوله قبل البطوله تبدا. تمام. يعني دي حاجه متسبقه يعني حاجه ده سبق بقى يعني هم عاروا الغيب صح؟ ما شاء الله ما شاء الله. دي بصراحه حاجه برضو قتلتنا كلنا. بس هم بيقولوا ان الاعلان مفبرك فلغايه لما نشوف الاعلان هل هو فعلا اتفبرك ولا لا. يعني انا مع احترامي ليهم اللي انا شفته الاعتذارات اللي اتعملت سواء من هاني رمزي او محمد صلاح اللي هو اعتذرت على تويتر تويتر حاجه زي كده ده كان حاجات مقبوله لاني. لكن الاعلان يتعمل اعتذار ليه منظر ده انا كجمهور اصفه منين؟ ده لو فضل ان هو اصفه منين؟ ولو اتعمل قبل البطوله صعب جدا تبقى يعني كارثه صعب جدا. خلينا نشوف او خلينا نقول ان هو كان يعني مفبرك يعني لا ما يعني برضو مش هسلم بيه لان برضو حتى لو كان حقيقي او متفبرك في حالتين ده ادانه ليهم مش عليهم. بدليل حاجه هم كلهم اتجمعوا عشان يرجعوا اللعيب اللي هو كان مستبعد. اتجمعتوا ترجعوه بناء على ايه؟ اشمعنا في 2006 لما ميدو استبعدناه رغم ان ميدو يعني تجاوز وانا كنت مع استبعاد ما حدش اتجمع قال يا جماعه ميدو واس حربه وجامد جدا وبيلعب ما اعرفش ساعتها كان في روما ولا في اي حته ما حدش اتجمع ليه؟ لا ده بنتكلم عن ميدو اللي هو كان بامانه كان لعيب جامد جدا مش حد تاني. يعني اللعيبه في الجيل ده اخطاوا اخطاء كارثيه في الاداء وفي السلوك. يعني الموقف بتاعهم قال لك اصل ضغط اللعيبه ضغط اللعيبه ضغط اللعيبه مع مين يا عم؟ مع عند مين يا للاسف مع مين؟ لا لعيبه متشكرين يعني لعيبه اقوى من اتحاد الكوره. الله يعني اتحاد الكوره جاي قدام الاهلي يعمل طاووس وعند لعيبه منتخب قال لك لا ده احنا سمعنا كلامه بأمره ايه؟ بأمره ايه؟ ايه يعني ليه بنفسر الغلط حسب هوانا؟ وقت ما يعجبنا لا ده غلط ما عجبناش لا ده مش غلط لا لا ده ازاي ده صح صح ايه؟ صح ايه؟ للاسف لا. للاسف لا. الجوانب المضيئه طيب اللي شفتها لغايه دلوقتي كتير كتير قول لي. لا اول حاجه انا من حظي ان انا كنت في نادي الزهور يوم الافتتاح. ايه الجمال ده؟ ايه التنظيم ده؟ ايه الروعه دي؟ ومن حظي برضو كان ده قلته قبل كده مع زميلنا العزيز استاذ محمد هنا
ان انا كنت قبل الافتتاح بثلاث ايام مع الدكتور اشرف استاد القاهره. تمام. لقيت يا كابتن ميدو الاستاد دوت عباره الواجهه بتاعته متبهدله خالص، فاضل خمس ايام على البطوله. يا نهار ابيض، الناس هتعمل بينا وبينا ده فاضل خمس ايام ومش لسه هيتسفلت وبتاع. فلقيت ما شاء الله يوم الافتتاح كنت حاجه، كنت موجود حاجه هناك. ايه ده؟ ايه الشعب ده؟ ايه الناس دي؟ ايه الشغل ده؟ حاجه تفوق الخيال. فاول حاجه طبعا يعني بامانه تنظيم في جميع المستادات فوق الروعه. تاني حاجه ودي الاهم، الملاعب منتهى الجمال. يعني مكسبنا الرئيسي زي ما الدكتور اشرف كده مره قال لي انا مش بعمل بنيه تحتيه للبطوله دي، لا ده بعمل تحتيه لبطولات قادمه. ده شيء يشرف مصر ويساعدنا بامانه. يعني اي بطوله عالم شباب جايه بتاع كده، خصوصا انت عندك السنه اللي بعد جايه كاس عالم اليد، وعندك تصفيات الاولمبياد شهر 10 الجاي للمنتخب الاولمبي. والحاجه طبعا الرابعه الاقبال الجماهيري الرائع من الدول الثانيه. يعني احنا رد اربع طيارات جايه من الجزائر تحضر ماتش الجزائر وكوت ديفوار، وبعد الاحساس بالراحه والاطمئنان واللافتات الرائعه من جمهور المغرب المحترم، جمهور الجزائر المحترم، نشكركم على حسن الضيافه والاستقبال. المنظومه دي كلها نجاح. رد الفعل العالمي في الصحف والمجلات عننا وعن طريقتنا في التنظيم، لا احنا خدنا شهاده الجوده والايزو كل الشهادات خالها في الموضوع ده. ده نجاح ما بعده نجاح. فوق ده كله واهم نجاح، وسامحني يا رب، ان احنا اتخلصنا من اتحاد الكوره. ربنا يسامحك اكيد. اه لان انا بصراحه اتحاد الكوره ده من ساعه ما جونا مش مصر في خير بجد. احنا كنا كنت يعني في يعني كان في بوادر كده يعني سمير زي رحمه الله عليه، يعني حد كده كان جميل قوي. اقول لك حاجه، لما يجي نائب اتحاد الكوره يقول لك انا بقعد اسبوع ومن الكابتن هذا بريد يرد علينا، ده ينفع؟ كلم انت بقى، كنت تكلم انت رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، كابتن سمير زاهر في اي وقت تكلمه رد عليه دوحه وتقعد تتكلم معاه ويديك المعلومه وبتاع. فكان بيعرف يحتوي، كان بيعرف يلم، بيعرف بيعرف كل حاجه، ويقول لك الاتحاد الكوره لو في حاجه، لو في صحفي كاتب حاجه يتكلم يقول له ده كذا كذا. الاتحاد الكوره ده عمال ينفض، تتكلم سيادتك وتكتب، وفي اخطاء في طبعا الناس بتدافع عنه بسبب الاخر، لكن ما حدش بيرد عليك، ياخد منك موقف وبس. يعني ايه؟ يعني يحيدك في مثلا مناسبه مهمه ما يعزمكش، في مباراه مهمه يتجاهلك. هو كده اللي هو نظام العافيه. فانا هعدي يعني حزن دخول منتخب مصر، لعدي قلت كويس دي فرصه ان احنا نصحح الاوضاع. ففي نجاح كتير، في اجابات كتير، احنا بامانه ربنا وفقنا فيها البطوله، خففت شويه من الم او لطمه الخروج بصراحه. تمام. لو حضرتك بتختار مدير فني مصري ولا برضو هنروح في اتجاه الاجانب في الفتره اللي جايه؟ يعني انا بص حضرتك، الساحه عندي في كمدير فني منتخب مصر، مش عايز اقول يعني ما فيش مدير فني لمنتخب مصر اللي حاليا يقدر يعني يوصل لنفس مرحله كابتن حسن. بمعنى ان انت ما عندكش مدير فني تتشاور عليه بالبنان تقول اه ده كذا. الاسماء المتردده دايما تلاقي عليها كده ايه، انا متاسف شخبطها شويه، فلان دوت عصبي يعمل لك مشاكل، دايما يتخلق في مدشة. فلان التاني لو تتكلم على كابتن حسن ممكن نقول مميزاته، هو معروف ان هو عصبي وده لكن اعتقد ان هو الموضوع بقى يعني فتحت. انا مش برشحه شخصيا يعني. انا كلاعب كنت بعشق كل اللعيبه بتاع حسام حسن، كان بالنسبه لنا كده جيلي. كمدرب كنت اقول له كده متقابل. كمدرب انا شايف ان هو فنياته كمان دلوقتي بقت عاليه جدا وبدا يسيطر بنسبه كبيره قوي على عصبيته، وده اللي بتمناه. وده ما قلت له كده، انا كنت قايله اقول له كده، اقول له تمرير فني كويس، بس طول ما انت بتوتر وعصبي 50% مجهودك بيروح. بالظبط، انت بتوتر اللي جوه، حقوقه بتروح، حقوقك بتروح، وتوتر اللعيب اللي جوه. يعني ما ينفعش تخرج بره النص وتتعصب انت والكابتن ابراهيم. فانت بتتكلم، انت لما هتتكلم عن مدير فني، كابتن حسام شيء جميل جدا، كابتن طاهر العاشري برضو حاجه جميله جدا، لكن انت عاوز كابتن ايهاب جلال. طالما بنتكلم كابتن ايهاب جلال يعني انا بقول رايي برضه عشان انا قلت حسام حسن. لكن انا بقول مدير فني اجنبي بس مواصفات معينه. ايه المواصفات المعينه؟ ما طب ليه برضو سؤال، هو سؤال مش وجهه نظر متبنيه، ليه ما نديش الفرصه لناس عندنا ممكن يبقوا مدربين كبيره جدا رائع، زي الاسماء اللي احنا بنتكلم فيها دي. انت حضرتك بتقول مثلا كابتن طارق العاشري، حضرتك الناس كان امبارح بيقولوا معايا كابتن حسام حسن، احمد صديق من الاهلي اللي فات برضو كان في نقاد صحفيين بيقولوا كابتن حسام، كابتن ايهاب جلال لا تمام عنده فنيات، مؤثر، شخصيه هاديه. تمام. حسام حسن العكس،
العكس تماما، روح عاليه جدا جدا فنيات ما شاء الله عليه، ممكن يسيطر على عصبيته، دي ده موضوع يسيطر عليه، لازم يسيطر عليها طبعا مشكلته، لكن لكن شخصيه كاريزما نجم كبير جدا، ده حاجه محترم. لا لا فليه لا خالص، يعني ليه لا؟ حلو. انا كجمهور مش انا احنا كجمهور هنتحمل يعني لو حصل، طبعا المدرب المصري عنده مشكله، احنا متحملين بلاوي، ما هو هيبقى عشان ده اجنبي، ما هو بقول لك لا إيه؟ لازم بقى نفهم بقى. يعني لازم نفهم الصح ان احنا نجيب مدير فني اجنبي، او الصح ان احنا نجيب مدير فني مصري، ندي للمدير الفني المصري ربع صلاحيات المدير الفني الاجنبي. مين هيدي بقى حضرتك؟ لازم احنا كلنا ندعم، ما هو دمار البلد، دمار الحي لا يطرب، بقوله كده. ما هو لازم نتوسم بقى في اختيار اتحاد كوره يليق بفكر الجمهور دلوقتي اللي تطور جدا. جميل. اما اجيب حد زي ما حضرتك قلتها عليها دي، او انا قلتها، يبقى انا معاها سبورت للاخر. بمعنى اختياراتك انت حر فيها، معسكراتك انت حر فيها، كل دوت حر فيه، بس ما يبقاش في ضغط عصبي عليه. الاجنبي بنقدر فيه ان هو بيتجنب كل هذه الضغوط. طب احنا استاذنك معايا النجم الكبير الكابتن طارق العشري. طبعا حبيبي. مساء الفل يا كابتن طارق. كابتن ميدو ازي صحتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. اخبارك ايه؟ الله يخليك كابتن ميدو. معايا الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، بيرحب بحضرتك. حياتي لحبيبي استاذ ممدوح. كابتن طارق انت جاي على السيره ولا ايه بقى ولا ايه ولا؟ حبيبي والله وحشني والله. والله انت كابتن كمان. والله يا كابتن هي يعني كمان للساده المشاهدين انا بحلف لهم بالله ان هي مش مترتبه، لان احنا كنا لسه بنرشح الاسماء اللي ممكن تقود منتخب مصر، وكان حضرتك من ضمنها. كان الاستاذ ممدوح بيقول ليه كابتن طارق العاشر لا، ليه كابتن حسام حسن لا، ليه كابتن اهاب جلال لا، فبنتكلم في اختياراتنا المدرب المصري. فحضرتك يعني ما كانتش المكالمه مترتبه بصراحه، عشان الناس بس تعرف ان في مصداقيه، لكن طمنا عليك وطمنا على الحرس قبل ما نتكلم على المنتخب الوطني. والله الحمد لله الامور ماشيه كويس، وابتدينا وان شاء الله بنرتب الاوراق، ان شاء الله نعمل فرقه كويسه السنه دي، عشان ما نكررش السيناريو بتاع السنه اللي فاتت، يعني فضلنا على اخر وقت بننافس على النزول، والحمد لله ربنا نجانا. السنه دي ان شاء الله باذن الله نرتب الاوراق بشكل كويس، نقدر ندعم بشكل كويس على اساس من بدري نستطيع ان احنا نرجع بتصحيح حرس الحدود تاني مره اخرى. اكيد اكيد الحرس كان فرقه مرعبه يا كابتن طارق، وكنت عامل معاها شغل كبير جدا قبل كده، والسنه اللي فاتت كمان يعني قدرت ان انت تعود معاها. ان شاء الله نعود مره ثانيه ان شاء الله السنه دي، والناس يعني الحمد لله يعني استوعبنا الدرس بشكل كويس، لان السنه اللي فاتت الصراحه الواحد عاش على اعصابه، يمكن كان معايا اكيد عايش معايا على الموضوع، عايش على اعصابنا بشكل كبير جدا كل ماتش اكيد جدا على عاوزين مش عاوز انا كمان نفسي مش مستحمل اكرر التجربه دي. اكيد يا كابتن تجربه بتبقى مريره جدا يعني بكل تفاصيلها. بالظبط. حضرتك ناوي تكمل معاهم، ولا لو في عروض جات لك اقوى ممكن يبقى في شرط حضرتك حاطه في العقد، ولا ناوي تكمل السنه مع الحرس باذن الله؟ لا خلاص انا يعني انت عارف ان انا نهايه السنه انا قلت ان انا في بعض الاشياء لابد تترتب مع مجلس الاداره على اساس استمراريتي مع الفريق. فحصل ان المجلس كان بيتشاور بشكل كبير جدا، ولذلك انا بعت حاسس ان امكانيات النادي لا تتناسب. بعد كده الناس اتصلت بيا مره ثانيه، واحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح اكيد لترتيب الفرقه بشكل كويس جدا. انت عارف النهارده الدنيا في الاسعار بقت يعني كبيره جدا، واحنا نزلت نفسنا لنا ليميت معين يعني، اي نعم، بس لابد انك تكون على الاقل قريب عشان تستطيع انك تجتذب العناصر الجيده اللي تجيلك عشان تبقى عامله معاك الفرق بشكل كبير جدا. احنا عندنا قوام اساسي بشكل كويس حافظنا عليه، وهندعم حوالينه بشكل كويس بقوام جيد ذو خبرات جيده، لعيبه واعدين يليقوا باسم حرس الحدود، على اساس ان شاء الله نرجع يعني ستيب باي ستيب كده للشخصيه اللي انا بقول لك عليها، حرس الحدود اللي الناس كلها متذكراها انها خدت ثلاث كؤوس قبل كده، ويمكن اخر دوري قبل ما اتلغى 2010 احنا كنا الاول على الدوري، فعاوزين تاني نرجع للذكرى دي بشكل كبير، مش هنرجع لما نعد نفسنا بشكل كويس. ان شاء الله يا كابتن ترجع، وان شاء الله يرجع الحرس معاك بشكله القوي جدا اللي كان بيخوف الانديه الكبيره كمان. لكن اسمح لي اسال حضرتك سؤال مباشر يا كابتن طارق، وحضرتك بتتفرج على ماتشات المنتخب وبتقيم الاداء الفني للمدير الفني المنتخب او الاداء الفني بشكل عام، يعني بتقول لنفسك ايه او بيجي في دماغك ايه؟ شوف مفيش
شك احنا كلنا يعني حزانة لظهورنا بالمظهر ده، لخروجنا في وقت مبكر بشكل كبير جدا في الوقت المفترض ان الطموح على بمجرد ان البطولة اسند لمصر. ويمكن دي النقطة المضيئة يعني في المشوار بتاع المنتخب، ان الصراحة الحكومة والإدارة الرياضية القائمة على البطولة الحمد لله احنا اظهرنا مظهر المشرف للوجه المصري الحقيقي. بالظبط. وخلي بالك وقت قصير الملاعب يعني شيء مشرفا، الافتتاح كان شيء مشرف، حتى الان كل الناس بتشيد، الجماهير كلها بتشيد، يعني مفهوم لابد ان هم يشكروا بشكل كبير جدا عليه. وكنا نتمنى طبعا ان يواكب ده ان مصر تكون على الاقل في المباراه النهائيه. لكن خلينا نقول ان احنا يعني صراحه على الرغم ان المجموعه بتاعتنا هي الاضعف، وكان من المتوقع ان مصر تتبوأ الى المركز الاول في مجموعتها، الا اننا يعني لم نستعد جيدا لهذه البطوله الكبيره اللي اقيمت على ملعبها بشكل كبير جدا، وده واضح من خلال اداء المنتخب في ثلاث مباريات. كان الواحد يمكن بيدي نفسه مسكنات شويه يقول ان ممكن في الادوار المهمه، يمكن دي عشان هم ضامنين، ممكن في الادوار المهمه يبان الوجه الحقيقي، لكن لما اتضمن فريق منظم زي جنوب افريقيا ومش هو في المرتبه العاليه، لكن فريق مجرد ان هو منظم واشتغل على اسلوب معين في المرتدات استطاع ان هو يقصينا بشكل كبير جدا، وده يمكن نتاج لما سبق. يعني انا شايف ان احنا من بعد كاس العالم، لان انا شايف الكلام بيتكرر من بعد كاس العالم، هو الكلام اللي شايفه على الميديا وعلى القنوات وعلى التلفزيونات وبين الجماهير، نفس الكلام ده اتقال، نفس الكلام اتقال بعد كاس العالم، ونحن نعيد ترتيب الاوراق وهاتوا التجربه الدنماركيه والتجربه الالمانيه والبلجيكيه، ودلوقتي الدنيا ما اتحركناش. انا مش شايف حتى في القوام الاساسي بتاع المنتخب ما تغيرش فيه شيء. بالظبط. يعني هو بنسبه 90% حتى هو، ولكن يمكن مع كوبر كان ليك اسلوب على الاقل، هو دفاع اي نعم. طب يا كابتن اسمح لي اقف ثانيه واحده قبل ما حضرتك تكمل. هل لو اتيحت الفرصه لاجيري بمعسكر طويل او ايام كبيره او شهور طويله، هل كان ممكن يتغير المنتخب؟ يعني هل الراجل ده المشكله ان هو كان في الوقت ولا في الفكر والاسلوب ولا في العقليه نفسها؟ شوف، اولا انا طول عمري بدعم تجربه المنتخب، المدير الفني المصري للمنتخب المصري. تمام. لان احنا عندنا مدربين يستطيعوا ان هم لو اتيحت لهم الفرصه بشكل، انا كنت اسال حضرتك السؤال ده، كان لازم يعني وتوفر لهم الاتموسفير الجيد زي كباتننا الكبار، الكابتن الجهري، كابتن حسن شحاته، كباتن الكبار دول اللي صنعوا، يعني لو رجعت بالبطولات هتلاقيها كلها مع الاجيال العظيمه دي كلها. ثلاث بطولات متكرره مع كابتن حسن شحات 2006 2008 2010، بطوله اللي احرزها الكابتن الجهري جنوب افريقيا طبعا يعني 98 من البطولات الكبيره جدا اللي احرزها. فانا شايف ان لو اتيحت الفرصه للمنتخب اللي بيكون له مدير فني اعتقد مصري، اعتقد انه ممكن يقدر يقود له. لكن للاسف ان بعد بطوله كاس العالم كان عامله زي انت عارف انت لما بحب الواحد يتخبى ورا شيء فيجيب يداري وراها. بالظبط كده، على اساس ان هيبقى حصل فيه تغييرات وعلى اساس ترتيبات وفي جيل جديد طالع. انا عاوز اديك يا ميدو تجربه انا شفتها حاليا، يعني في بطوله كانت بتواكب نفس البطوله الافريقيه، كنت متابعها طبعا، مش عارف انت كنت متابعها ولا لا، استاذ ممدوح متابعها اكيد. كوبا امريكا عندهم دعوتين وعملوهم لاسيا، اخذوا البطل اللي هو قطر والوصيف اللي هو اليابان. تمام. اليابان داخله البطوله زي دي كبيره زي دي بمنتخب قوام ومنتخب اولمبي ومدعم ببعض اللعيبه المحترفه اليابانيين في الدوريات الاوروبيه، يعني حوالي خمس ست لاعبين. تمام. ولما بسأل المدير الفني قال لك احنا عندنا استراتيجيه واضحه، احنا بنعد جيل قادم هيقود اليابان في 2020 اولمبياد طوكيو اللي هي هينظموها، بالاضافه للبطوله البطوله الاسيويه، بالاضافه لتصفيات كاس العالم. يعني الجيل ده دلوقتي هم بيعدوه فدخلوه بطوله زي دي كبيره، وافقوا ان هم يخشوا بغض النظر عن النتائج عشان يثقلوهم بشكل كبير جدا ويديهم خبرات
بشكل كبير جدا مجموعه من المباريات لو هم حبوا يتعاقدوا عليها عشان يعملوها هيدفعوا مبالغ كبيره جدا جدا. بالظبط لما يلعبوا ضد الاورجواي، يلعبوا ضد الارجنتين، يلعبوا ضد البرازيل، يلعبوا ضد فنزويلا، يعني مجموعه مباريات اعتقد كبيره جدا 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 هتثقل المنتخب الياباني بشكل. انا عاوز اقول لك يعني سيبك من الكلام ده، لا انا بكلمك على الفكر اللي بيفكروا للاتحاد، التخطيط لمنتخب 2020 يعني هم بيفكروا ل 2020 اللي هي طوكيو 2020. احنا من بعد كاس العالم كان المفترض ان احنا عندنا بطوله افريقيه احنا سواء كانت في الخارج او في الداخل، وبعد كده ان احنا هننافس على بطاقه، المفترض هننافس على بطاقه الوصول مره اخرى لكاس العالم القادمه، تمام، لتصفيات كاس العالم القادمه، تمام. وده طبعا يعني احنا انت عارف ان احنا كنا احنا في تاريخنا وصلنا غير مرتين 90 او ثلاث مرات 34 و90 والمره الاخيره اللي احنا وصلنا لها السنه اللي فاتت، فاحنا بنصل على يعني على سنوات متفاوته عشان نخرج بمنتهى السهوله ونرجع تاني. بتقول بقول لحضرتك بنعاني عشان ندخل وبنخرج بمنتهى السهوله. بنعاني، واللي انت شفته ده احنا هنعاني اكتر بالوقت المنتخبات كلها اللي انت شفتها اللي المفترض اللي هي بتنافسك عدت نفسها. النهارده في منتخبات نارده طالعه، المنتخب المالي ده من المنتخبات الكبيره، النهارده مفاجاه البطوله مدغشقر ما كانتش متوقعه بان فرقه زي مدغشقر ديت او منتخب مدغشقر ان هو يصل للمرحله دي بشكل كبير جدا. هم حتى بيقولوا لكن شوف المنتخب بيأدي بصوره قد ايه، المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي حتى لو لما اقصي كان منتخب كبير جدا جدا بالزبط. جدا بالزبط. يعني في المنتخب النيجيري، منتخب الكوت ديفوار، حتى بنين، حتى بنين ادت بشكل كويس جدا. انا قصدي ان الكوره في افريقيا بتتطور بشكل كبير. تنزانيا شوف يعني حاولت بشكل كبير جدا، يعني شوف اوغندا، اوغندا حتى في مجموعتنا كانت قد ايه، احنا اوغندا دي كانت في مجموعتنا في تصفيات كاس العالم، وشوف منظرها دلوقتي، شوف منظرها دلوقتي بالزبط. منتخب واعد بالظبط، يعني منظرها كانت قد ايه قبل كده ومنظرها دلوقتي منتخب واعد. انا قصدي الناس بتفكر لمستقبل، احنا بنفكر تحت رجلينا، بنعمل على مسكنات، بنفكر ان احنا نخوض البطوله ديت بايا كان، المهم ناخد البطوله. لا بنفكرش ان احنا نقول، لازم نكون واقعيين، احنا يا جماعه نخاطب الشعب المصري بواقعيه، وان الشعب المصري شعب متفاهم، لازم نقول ان احنا هنقفل على نفسنا بشكل كبير جدا عشان نصنع جيل بعد كده يتفوق على افريقيا، زي ما حصل النادي الاهلي في سنه من السنين كان 10 سنين واخد البطولات الافريقيه ديت متتاليه، كان مكتسح افريقيا ال 10 سنين اللي كان فيها طبعا في الثمان والجزئين. تمام. فانا يعني فانا عاوز اقول يعني ان احنا لابد ان احنا نقعد مع نفسنا موقف صادق مع النفس ونفكر ونرتب شيء لمصلحه مصر عشان ما تظهرش الصوره السيئه اللي احنا ظهرنا، لان فيها تخاذل من الجميع، من الجميع، ما فيش حد يعني لا من الجميع متخاذل، والصوره دي اعتقد يعني صوره لابد تكون في الاذهان عشان ناخد منها عشان نرجع ثاني اقوى مما كان. انا بشكرك شكرا جزيلا. حضرتك كلمت كلام مختصر يعني في مصلحه الكره المصريه بشكل عام، كابتن طارق العشري النجم الكبير ومدير فني لحرس الحدود، شكرا جدا جدا على هذا الكلام وهذه المداخله. ما ايه مفيش تعليق بصراحه، هو اتكلم في العموم وبعدين لخص الموضوع ان احنا بنبص تحت رجلينا، ما عندناش اي استراتيجيه، وده اللي كنت بتكلم عليه اول ما عرفت ان في اجري جاي، قلت يا جماعه لازم نقول للراجل انت هتعمل ايه في 3 سنين في 4 سنين في 5 سنين بالظبط كده، وبعد كده نبدا نحاسبك. تمام. فكنت عايز اساله سؤال، ممكن ترشح مين مع مره المنتخب المصري او مدير فني المنتخب المصري، حتى لو قلت اسمه، حتى لو هو قال اسمه طارق العشري، حسام حسن، ايهاب جلال، لا يحرج، عايز كم في الميه من الامتيازات اللي بياخدها المدير الفني الاجنبي عشان تنجح؟ استقرار، هيقول لك عايز 20%. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك، بس لازم برضو يا ممدوح، اصعب حاجه اللي بيختار، اصعب حاجه اللي بيختار، لو جبت اللي بيختار انسان بيعرف يختار كويس هتلاقي كل الدنيا ماشيه كويس. لو جبت المسؤول اللي مش عارف يعمل حاجه ولا عارف يختار هتلاقي الدنيا كلها بايظه، حتى لو جبت مين. برافو عليك. تمام. الاداره ولجنه فنيه، يعني انا راجل بفهم كوره، لجنه فنيه بتيجي بتقول 1 2 3. بالظبط. هو الاهلي كان بيعمل لجنه فنيه ليه؟ الاهلي هو دي شغلتها، ليها رؤيه فبتشوف وبتختار وتصحيح اوضاع. وتصحيح اوضاع، خلي بالك اجمل ما في الاهلي ان انا يا جماعه انا بصحح اوضاع، ايه المشكله يعني؟ ما فيهاش اي مشكله،
بيصارح. يا جماعه انا باخد وقت بس بطلع قرار ما برجعش. هو قال لك يا كابتن طارق قال جمله جميله، بيصارح الناس هعمل كذا، لكن ده ما بيحصلش. هم طلعوا من كاس العالم شايلين الخيبه، جه بقى لك هنجيب مدرب عالمي ونعمل ونسوي الكلام ده، مش ما حصلش. فجابوا لنا اجيري. رعبني كابتن طارق العاشر، رعبني بصراحه. ليه؟ لما قال لي ان اللي جاي اصعب بكتير. اصعب علشان انت طالع من اخفاق، فمحتاج حد يلم. طالع من اخفاق واخفاق كبير وعلى ملعبك وبدري قوي وبطوله قاريه بتاعتك، كل دي حاجات سلبيه، بالاضافه ان انت اختياراتك كلعيبه الموجوده دلوقتي المنتخب الحالي ممكن تاخده 6-7 افراد بس وبقى تكمل بيه، فانت بتتكلم في منظومه غلط. فاللي جاي الله يكون في عونه، اللي جاي سواء محلي او اجنبي الله يكون في عونه، لكن اهم حاجه يبقى في حد اسمه ناس متفق عليه. انت عارف ان حسن شحاته، كابتن حسن شحاته كان يعني بعض الاشخاص واسمه معين كان بيحاربه وماسك المنتخب، لدرجه ما الناس قالوا له ابعد عنه. انت بتتكلم في ايه؟ ما احنا كده لازم ننكش في الغلط او نوقع حد ناجح. الناس كده كانت، والناس دي كانت في الاتحاد شبه انت عارف يعني. فانت بتتكلم في ايه؟ فانت اختيارك لجنه فنيه محترمه، اسم محترم، وطني اجنبي، بس بعديها مسانده ونحط كشف حساب. احنا هدفنا 1-2-3، هدفنا صدر كاس العالم، هدفنا 2021. احنا ما عندناش لعيبه. لا طبعا عندنا، عندنا عندها لعيبه بتساوي الملايين اللي بن. لا طب لا اتساوي، لا لا عشان يطلع عندنا منتخب هزيل كده. لا لا انا اسف يعني، هو الدوري بتاعك عامل ازاي يعني؟ اللي يسمع ارقام عارف بقى يعني، اللي يسمع ارقام اللعيبه والانتقالات يقول انت عندك منتخب بيكسر الدنيا اساسا. صح. لما شفت المنتخب ده طب اللعيبه لو حد شافهم ما يعرفش رواتبهم، ما يعرفش عقودهم، اقول اللعيبه دي تسوى كام؟ تمام. أنا في لعيب عندك احترافي طبعا، احنا اللعيبه دول غير تريزيجيه. في لعيب عندك في البطوله هنا على الاربع مباريات جاله عرض احتراف؟ سمعت حياتك ان حد جاله عرض احتراف في اي حته؟ ما دلوقتي موسم انتقالات، دلوقتي البطوله مش في شهر واحد. انا لما سالت سؤال بيقول لك ايه زين محمد سعيد، قال لي البطوله هتختلف المره دي، قبل كده يعني خريطه افريقيا اتغير؟ قلت له اه. بيقول لي ليه؟ قلت له قبل كده البطوله كانت بتلعب في شهر كام؟ قال لي واحد. بالظبط. واحد واثنين، فالكل جاي لك بنص حمولته. اللعيب الفني اعتذر، عنده دوري، في اللي عنده دوري ابطال دلوقتي جايب جايين كله جاي فول كاباسيتي. كله جاي لك في الباور معاه. فبالتالي النهارده عروض الاحتراف تيجي لمين؟ تيجي بتاع مدغشقر المتالق، بتاع نيجيريا اللي ماشي بمشوار كويس، بتاع بنين اللي اتالق، ولا لعيبتك انت اللي خرجوا؟ هتيجي للناس اللي تالقوا بس كده، الناس حتى اللي عملوا انتوا. فده في مصلحه البطوله دلوقتي جمله مش ليك انت، ده مصلحتهم هم. هل انت اثبتت وجودك؟ طلع لي لعيب واحد شويه كل ده تالق منتخب مصر فيما عدا محمود تريزيجيه، مفيش حد تاني. قول لي مين؟ ايه مكاسبك منهم؟ انت بتلعب مش بدافع عن اللعيبه. ومحمد الشناوي انت يعني مش بدافع عن اللعيبه، بس انت بتلعب بلا فكر. وانا ضد انا ضد اللي يقول لك ايه انت تلعب في وسط جمهورك فلازم عندك روح. لازم انت لو جبته فرس اساسا يعني حصان ونزلته بروحه بس مش هيعمل حاجه، الروح لوحدها عمرها ما كانت. انا متفق مع حضرتك تمام، لكن الروح مع شويه فكر مع شويه انت بقى من جواك انت عايز تعمل حاجه يعني، شويه حب صراحة. للذات واصرار وتحدي، بس لازم يكون حد من بره برضه بيقول حاجه بيساندك بيواجهك. بالظبط. بيوجهك يقول لك اعمل كذا بيغير، ده مش موجود. لا لا لا، هو كابتن طارق مشكورا يعني، يعني حتى نقط في الحروف قال لك احنا مشكلتنا ايه وحلنا ايه وربنا يصرف اللي جاي، لان البطوله دي دقت جرس انذار خطر الكره المصريه بشكل عام. الاسماك الصغيره كبرت، الاسماك الصغيره كبرت بقت حيتان. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن، انا سعيد معاك واستمتعت بيك وكان حوار حلو اتكلمنا فيه بمنتهى الصراحه ومصداقيه. يا كابتن ميت ربنا يخليك، شكرا جدا لحضرتك، ربنا يخليك يا رب. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ودايما بتشرف بيكم وبستمتع طبعا لما بكون معاكم على الشاشه. قلت لكم قبل كده ودايما بقول الروح عمرها ما كانت كفايه، عمر الروح ما كانت كفايه الا روح الفانله الحمراء دي كفايه جدا جدا. دايما بتشرف بيكم، وبعد الفاصل تكون معاكم يكون معاكم الزميل محمد سعيد والنجم امير عبد الحميد. استنوا